يقدر على هذا المجد. الجنيه المصري بيفضل جنيه زي ما هو. رغم الحنين ربي. عاوز اكل عيش. بس الموتة دي شرف. شهد مصر. اهلا بيكم. في مصر علينا ان احنا نكرم المجتهد، المجتهد اللي عمال يحقق نتيجة اجتهاد مش نتيجة فهلوة. علينا ان احنا نكرم مدرب الزمالك خالد جلال، علينا ان احنا نشكر هذا المدرب اللي قدر يرجع للزمالك الصفة بتاعته. يا زمالك يا مدرسة فن ولعب وهندسة. انا بقول ده من قلبي وانا اهلاوي، لكن علشان انا اهلاوي احب الزمالك يكون ايضا قوي. مفيش منافسة في الدور ولا في الكاس الا لما يبقى قطبي الكرة اقوياء بهذا الشكل. منتخبك مش هيبقى قوي الا لما الاهلي والزمالك يكونوا اقوياء. انت امام مدرب كفء كويس بيعمل في ظل ظروف صعبة جدا، جاي مستلم فريق مهلهل ليس له من الروح المعنوية شيء خالص. الزمالك بينزل عشان يتحفل عليه، عشان يتغلب، علشان الكل يشتغل عليه على الفيسبوك. لكن فوجئت بمدرب قدر ان هو يصمد امام هذه العواصف بنفس اللعيبة يبص فيهم الروح. انا هنا مش بتكلم على خالد جلال كمدرب كورة، انا بتكلم هنا على مدير مصنع، على رئيس شركة، على وزير في وزارة. انتوا بعدين الكاميرا ليه؟ انا هنا بتكلم على مين؟ بتكلم على كل واحد بيستلم هيئة او مؤسسة فاشلة ويقرر ان هو انها لازم تنجح. وبعدين في الاثناء دي وهذا المدير الكف اللي عمال يحقق نتائج، اعرف ان رئيس النادي رايح يتفق لي مع كوتش سويسري. طب ليه؟ ما انت معاك الراجل ابن البلد اهو اللي انت هتعرف تكلمه عربي. انا بقول للمستشار مرتضى منصور انت بتعرف سويسري؟ طب على الاقل خالد جلال هتعرف تكلمه عربي، تعرف تتناقش معاه، تعرف هات وخد. علشان كده انا عايز المستشار مرتضى منصور لانه هو مجلس الاداره للامانه، هو اللي بيطق في دماغه الصبح بيعمله وممكن يلغيه على بالليل. بقول له يا سعادة المستشار لو سمحت يا كابتن مرتضى منصور، لو انت ليك في الكورة، لو انت بتحب نادي الزمالك، لو انت بتحب البلد دي، خلي خالد جلال يكمل بشرط يكمل السنة كلها. لو خسر في النهائي ما يمشيش، لو خسر اول ماتشين في الدوري ما تحفلش عليه، لا يكمل بقى. خلي مرة يعيش لك مدرب. ده انا لما انت اعلنت وعارف ان انت كنت بتضحك وبتهزر ان انت ناوي ترشح نفسك للرئاسة، قلت لاصحابي كل يوم هيبقى عندنا رئيس وزراء جديد في مصر. تخيل، هي دي الصورة اللي عندك. ما تكمل. ربنا رزقك بواحد اهو، ربنا رزقك بواحد من السماء بالمناسبة. انت ولا حفرت ولا فحفرت عليه ولا اي حاجة، ده بالصدفة. عايز تقول لي ان انت كنت مقتنع بيه من الاول؟ هقولك طب ما جبتوش ليه من بدري؟ النهاردة جمهور نادي الزمالك عمال شغال على الفيسبوك فرحان ان مدرسة الفن والهندسة رجعت تاني. عشان كده انا بضم صوتي لصوت ملايين الزملكاوية ولأي واحد بيحب البلد دي. خلينا نشجع الناجح يا اخوانا، خلينا نشجع الناجح مش نشجع الفشلة. ده راجل ناجح من ماتش لماتش، غلب لك اهلي الفريق اللي انا بشجعه، وغلب لك اسماعيلي لما غلب لك اول الدوري وتاني الدوري. انت عايز ايه تاني؟ بالمناسبة حتى لو خالد جلال خسر الكاس لازم ندعمه. ايه يعني؟ خليه يخش بقى ويجهز فريق الزمالك للدوري، خليه يبني لك فريق. ده قدر في خلال فترة بسيطة يرجع روح الفانيلا البيضة، يرجع الروح المعنوية. اللعيبة النهاردة لعيبة الزمالك نازلة عمالة تاكل الارض، جابت الجون الاول رجعت تجيب التاني والتالت والرابع وضاعت فرص في العارضة. هي دي الكورة اللي احنا عايزينها، وهو ده الفريق اللي يستحق انه يحمل لقب نادي الزمالك. وناشد المستشار مرتضى منصور وانا وراه وهزن عليه بكرة الصبح هكلمه
وهقول له يا ابو استشار يا مرتضى ابو منصور انا بكلمك ورساله من اهلاوي بيحب البلد وبيحب الزمالك، خلي خالد جلال يكمل وان شاء الله اتوقع ليه نتائج باهره. انا بدعمه من منصه المصرف افندي، لان المصرف افندي بيدعم كل شخص ناجح في البلد دي في اي مجال من المجالات. بس المصرف افندي ايضا بيزعل من بعض المصريين لما تيجي تكلمهم اليومين دول كده واحنا داخلين على رمضان، فتطلب لقاء مسؤول ليك موضوع مهم عايز تخلصه مع حد، او عايز تقابل واحد صاحبك بينك وبينه مشكله، ولا اي حاجه، اي موضوع في البلد دي. الجمله يقول لك ايه بقى؟ قابلني بعد رمضان. طب هو ايه لا مؤاخذه اللي عندك في رمضان؟ يعني اصل انا صايم وبيبقى خلقي في بلاكيري. طب حضرتك انت صايم بالنهار، ما انا اقدر اقابلك بالليل. مش انت بتنزل بالليل تقعد على القهوه تشيش؟ طب مش انت بتروح حتى تصلي التراويح؟ اجي لك في صلاه التراويح. معلش بتبقى الدنيا حر ومزنقه وكده. طب اقابلك ليه بعد العيد؟ يعني بقى عرف عندنا، بقى كلمه شهر رمضان عندنا هو شهر النطاعه والعياذ بالله، ان انت على طول تتلطع. انت عارف انت لو بتشطب ليك شقه هتجيب مهندس تشطيبات مسيحي. ليه؟ لانه لو جاب لك ناس مسلمين هيقولوا لا اصل احنا صايمين، هنشتغل من المغرب لحد الفجر. قال يعني كانوا صايمين قوي ومرايعين ربنا قوي. ايه الكلام ده؟ ايه اللي دخل عندنا الثقافه دي؟ يا راجل ده غزوه بدر تمت في رمضان، ده انتصار اكتوبر العظيم تم في شهر رمضان. مين قال لك شهر رمضان هو شهر القعده وان انت قاعد تكمخ كده قدام المسلسلات؟ وفيها ايه لما تقضي مصالح الناس؟ فيها ايه لما تقضي مصالح الناس؟ من النهارده مصالح الناس مؤجله 40 يوم. تخيل، مصالح العباد مؤجله 40 يوم علشان ايه؟ بحجه شهر رمضان. هو ربنا قال لك شهر رمضان هو شهر ايه؟ مش شهر عمل؟ وبعدين بقى تيجي بقى البلوك برضو بتدلع موظفيها، يقول لك احنا بنفتح الساعه مش عارف 9 ولا 9 ونص وبنقفل الساعه 1:30. يعني عارف بيتصف، رغم ان انت في شهر مايو، يعني احنا عدينا يوليو واغسطس وسبتمبر اللي هي شهور الصيف وشهور الحر. طب تعالى بقى للي قال لك قابلني بعد رمضان ولا قابلني بعد العيد. ادي دائني اذا عرفت تقابله. عارف ليه؟ هيقول لك قابلني في الساحل، الباشا بيعمل فورمة الساحل. طب اقابلك في الساحل ليه؟ تعرف بقى بروح مع العيال الويك اند، والويك اند بتاعي بقى في حاجه جديده طالعه كده بالانجليزي اسمها لونج ويك اند، يعني مش ويك اند بس الجمعه والسبت، لا لونج ويك اند يعني اجازه 4 ايام. طب جاي على نفسك ليه ومقضي 4 ايام في الساحل وثلاثه في القاهره؟ يا راجل خلي ال7 ايام كلهم في الساحل. ايه الثقافه والرحرحه اللي احنا فيها دي؟ يا اخي لما تزور دول اوروبيه هتلاقيهم ناس بتنزل من 7 الصبح في الشارع لحد 6 بالليل، محلاتك 7 بالليل كلها مقفله. احنا شعب واخد على الرحراحه، الوقت ما عندناش ليه لازمه ولا اي حاجه. هتفوت عليا امتى يا فلان؟ يقولك هجيلك بعد العشاء. بعد العشاء ده امتى بقى؟ 9 ولا 10 ولا؟ ما انت لو جيت لي الساعه 12 بالليل ما ده برضه اسمه بعد العشاء، ولو جيت لي 8:30 بعد العشاء. احنا ما عندناش اي احترام للوقت ولا المواعيد ولا لاي حاجه. طب هقابلك ليه حضرتك في الساحل؟ مش كاله الحجه قابلني بعد العيد عشان الدنيا صيام وخنقه وحر. طب العيد خلص، طب ما نتقابل بقى. بس الموضوع ده عايز بص روقان بال كده ورحراح. احنا كيفين تضييع وقت. الست بتبقى في البيت ريقها بينشف على جوزها علشان بس يغير لها اللمبه، ولا يجيب الكهربائي يصلح السخان، ولا الكلام ده بيحصل ده ولا ما بيحصلش؟ وعمالين نرحل وعمالين نسوف، لكن مفيش الهمة او العزيمة. طبعا هتعدي بقى شهور الصيف والساحل، يقول لك لا اصل انا بقى طالع حج، فبعد الحج باذن الله. طب حضرتك رجعت يا عم الحج بالسلامة وجبت لنا السبحة والسجادة الصيني ام 10 ريال؟ لا، العيال بقى دخلت المدارس، انا مشغول اليومين دول، وبعدين بعد كده انا مسافر بقى هقضي الكريسماس بره. هو انا هقعد 6 شهور مش عارف اخد مقابلة منك؟ ده حال بعض المصريين اللي مسؤولين عن احوال العباد في البلد دي، بعض المسؤولين اللي بقى عندهم حالة من حالات الرحرحة.
هل المسؤولين عن العباد في البلد دي بيبقى وزير ومحافظ فقط؟ انا بقول بعضهم لا، والقطاع الخاص، شركات، في اموال ناس مرحلة بقالها شهور، وناس شغالة بس في قطاع الميديا، اي حد بيلو يقابل اي حد او كده يجي يقول له يعني خليها بعد العيد. بقت امور الناس عمالة تترحل، مصالح الناس عمالة تترحل، محدش بيهتم بالناس دي اخبارها ايه او ظروفها ايه، هل يستحقوا مننا ان احنا نأخر امورهم بالشكل ده؟ انا عايز اعرف مين اللي دخل في دماغنا فكرة اللي هو رحل ابعد. وعندنا بقى حجج جاهزة، رمضان، ما انا بقول لك اهو، يحسب رمضان، العيد الصغير، طب الساحل، طب الحج، طب الحر، طب دخلة المدارس، طيب انا مالي ومال كل الكلام ده؟ هو انا جاي نسبك؟ هو انا جاي اتجوزك؟ انا جاي بيني وبينك موضوع عايزين نحله في نص ساعة، يا لا وشكرا. ليه عندك فلوس متأخرة؟ انا كشركة قدام شركة، عندنا في امر قانوني معلق ينتج عنه مشاكل لشركتي، عايز احلها معاك، ايه اللي يمنع الكلام ده؟ لكن خلاص. وبعدين تعالى بقى على الموظفين بقى، سواء في قطاع عام او قطاع خاص، هم بيروحوا كده الساعة 9:30 10 قاعدين مريحين نايمين، مش قادرين يتكلموا، الدنيا حر، الدنيا صيام، ويروح على طول اذان الظهر، مد قبل اذان الظهر بنص ساعة هم قاعدين في دورات المياه بيتوضوا، وافرش بقى السجاجيد تقدر تفتح بقك او كده. مش ده اللي بيحصل؟ يعني مش ده اللي بيحصل يا اخوانا؟ هنكذب على بعض؟ ما انا وانت من البلد دي، ما انا وانت من البلد دي، وهو ده اللي بيحصل في بلدنا. بس لحد امتى بقى يبقى الموظف رايح وهو مفروض يبقى عارف يتقي الله في عمله؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. هو مش ده الحديث يا اخوانا؟ هتخلوا رقنا ينشف كده على المسا؟ ده احنا مش في الحر. اذا انا عايز نبدأ نغير ثقافة موجودة عندنا في المجتمع، ثقافة سلبية بصراحة، اللي هي فكرة الترحيل، ان اي حاجة تقدر تزحولها قدام شهر شهرين ثلاثة. انا مش عايز الكلام ده يا اخوانا، ما تيجوا تبدأوا كده سنة جديدة. اللي عايز اي مصلحة ولا اي موضوع نبدأ فورا نحله، ونلغي المصطلح بتاع قابلني بعد رمضان. اول ما يجي رمضان والله كل رجل نشيط في البلد دي بيبقى حاطط ايده على قلبه، يقول لك يا جه بقى الشهر وما تقدرش تفتح بقك، وكل واحد يقول لك جرى ايه يا مؤمن، هو انت مش صايم؟ وكل واحد يزايد على التاني، يا عم صيامي ده بينه وبين ربنا، انت مالك انت صايم ولا مش صايم؟ هو انت ربنا؟ انت مالك؟ بس ادي عمل العباد. احنا ما بنقديش عمل العباد، احنا بنبطئ في عمل العباد، بنأخر شغل العباد. واحوال الناس بتترحل شهر ورا شهر، ممكن يكون ورا ده ست أرملة محتاجة معاشها، ممكن راجل اموره المادية متعسرة محتاج فلوس المتأخرة في المصلحة او الهيئة دي او عند راجل الاعمال ده، احنا ليه ما بنراعيش ده؟ وبعدين لما ترحلني 40 يوم، بدأت الموجة من النهاردة لحد العيد 40 يوم يا قمر، ان شاء الله نعيش لو كان لنا عمر 40 يوم، مواد في مصر مفيش ولا حركة. بص، عارف بقى ايه خطوة السلحفاة كده؟ اصلا لا صايم، انت ايه مش حاسس بيا؟ طب قراءة القرآن لا تجوز داخل المصالح العمل، ايه رأيك بقى؟ لان ده وقت عمل انت تتقاضى عليه اجر. هل علمت هذا من صحيح دينك؟ من صحيح دينك ان وقت العمل اللي صاحب المصنع والشركة او الحكومة دفع لك فيه فلوس عشان تأدي بيه عمل لصالح الناس، عليك تقعد على مكتبك زي الالف، عليك تقعد على مكتبك زي الالف. عايز تقرأ القرآن اقرأه في مواصلات عامة رايح او جاي، او اقرأه في بيتك. قضاء حوائج الناس عبادة، قضاء حوائج الناس. البعض مننا فاهم الدين غلط يا اخوانا، ده غلط. الدين والاسلام ما قاليش وانا صايم اروح المصلحة سواء قطاع عام او خاص ما الجم اللي حواليا، اروح اول طبعا رايح متأخر نص ساعة صايم بقى يا عم في ايه، واروح قاعد مطلع المصحف. دينك قالك كده يا راجل؟ طب ومصالح الناس اللي واقفة العطلانة دي؟
طب ما المصحف ما انت رايح البيت من الساعة 1:30 الظهر، ما انت فاضي من 1:30 للساعة 6:30، ده انت تقدر تختم القرآن لو انت عايز. وبعدين خلاص، طب ما تسحب ساعتين من بتوع المسلسل كده، ايه خلي وقت قراءة القرآن اسحبها من المسلسل. انا بص هنا انا بكلمك بما يرضي ضميري، ده بيحصل في بلدنا، ده بيحصل في بلدنا، محتاجين نغيره. محتاجين نغيره، حالك لن يتغير الا اذا بدأت بنفسك، وانا لازم ابدأ بنفسي ايضا. هو انا على راس ريشة؟ لا انا مش على راس ريشة، وبقول لكم دايما مش انا ابو العريف، بس النهاردة بقى وانا عمال اقرأ كده في المواقع الالكترونية فاجئتني بوابة الاهرام بخبر انا استغربته، وعايز كده ايه اعلق عليه بالراحة، لانه بيمس الكبارة بتوع البلد، ده بيمس النيابة وبيمس الداخلية، فلازم الواحد يكون حذر. احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله هو اخر اسبوع للمصري افندي قبل شهر رمضان، وشهر رمضان اجازة، وعايزين نطلع على خير بقى، نقضيها بقى نقرا قرآن، نصوم، نتفرج على مسلسل. انا حر، اجازة مش احنا اللي واخدينها، بس هي لازم تبقى اجازة. المهم في مواطن ارتكب مخالفة ما، فصدر حكم المحكمة بتوقيع غرامة عليه 10 جنيه. في مواطن في البلد دي ارتكب مخالفة ما، مش مهم تعرفها ولا انا مهتم اقراها رغم الورق قدامي، مش مهم. المهم صدر حكم محكمة بتغريمه، تغريمه كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه. قوم ايه اللي حصل بقى يا قمر؟ قوة من مباحث مركز بلاوي، قوة من مباحث مركز بلاوي ماشي، راحت على بيت المواطن قوة كاملة. انا ارجو السيد وزير الداخلية اللواء النشط مجدي عبد الغفار يقبل مني الكلام في الموضوع ده، عشان عايز اقول له يعني مهم، عايز اقول له هو هيفهم من بين الكلام. قوة ناشطة، قوة كبيرة طلع من مركز بلاوي على بيت المواطن ده عشان تجيبه وترحله للنيابة عشان يدفع العشرة جنيه. طب القوة دي وهي عمالة تتحرك مش استهلكت بنزين وسولر؟ اي نعم القانون هو القانون، والداخلية مفروض بتتعامل مع اللي عليه غرامة جنيه زي اللي عليه غرامة 10 مليون جنيه، بس برضو القصة عايزة تتوزن. تم ترحيله الى النيابة حسب الخبر اللي نشرته بوابة الاهرام النهاردة، واعرضوا يا شباب اللينك بتاع الخبر، وسط حراسة مشددة، وسط حراسة مشددة، ومسؤول امام مدير نيابة مركز ملاوي السيد عمرو حسين. اللي عمل ايه؟ اللي قال ايه للمواطن؟ قال له انت عليك غرامة 10 جنيه. قال له يا باشا معرفش، ودي لو غرامة اتفضل ادي 10 جنيه. فالسيد بقى رئيس النيابة او وكيل النيابة مركز ملاوي اخلى سبيله. انا وقفت قدام الخبر ليه؟ يعني انا مش محتاج اعلق كتير، لان انتوا وانا عمال احكي الخبر انتوا اكيد قاعدين في البيوت عمالين تعلقوا زي يعني تخلية، والحرب ضد الارهاب وضبط الاسواق كل ده من مهام الداخلية وحاجات كتيرة جدا، واحنا بنقلب كمأمور مركز ولا اي حاجة. انا قريت ان الراجل ده انا رايح اجيبه ليه؟ عشان 10 جنيه. بحرك المأمورية كاملة عشان تجيب مواطن وسط حراسة مشددة عشان 10 جنيه. ده العساكر وهم رايحين حرقوا علبة سجاير ب40 جنيه بينهم وبين بعض. طيب هل انا ينفع كإعلامي اقول للداخلية لا تقومي بواجبك؟ بعدش لبسني الغلط على الهوى، لا طبعا قومي بواجبك. بس من المؤكد ان هناك قضايا اكثر اهمية
موجودة عند مركز بلاوي مثلا. طب ما نشوف الناس اللي عمالة تفرقع في الأسعار وتغلي على الناس الغلابة في دايرة مركز بلاوي مثلا. ما نشوف الناس اللي رافعين أبراج وأدوار مخالفة مثلا. يعني هو ده قصدي. أنا لما قريت الخبر يعني إحنا شغلنا الداخلية وعربية طالعة وموتوسيكلات وعساكر وظباط، يكفي طبعا حالة الرعب اللي فيها المواطن، قوة جياله عشان ايه ده يقول له طب خدوا 1000 جنيه اهو خلاص، وراح للنيابة والنيابة فتحت ورق ومحضر وسين وجيم، ده الورق اللي اتكتب عليه المحضر اللي اتحرك ثم الورق اللي كتبه السيد رئيس النيابة اكيد اكتر من 10 جنيه. سيبك من ده كله، وقت الداخلية ووقت النيابة من وجهة نظري المتواضعة كمواطن أثمن، أي أغلى من 10 جنيه دي. أنا الخبر أتمنى يعني أنه يعني حاجات زي كده يتم مراعاتها من قبل الداخلية. مش عايزكم تشغلوا أنفسكم بحاجات مثل هذه القضايا، لأن عندنا قضايا كثيرة أهم تقوموا بدور وطني كبير منذ 2011 حتى الآن. أتمنى أنه هو يستمر بإذن الله تعالى. وطالما جت سيرة الفلوس لازم نفتكر أن امبارح الحد بدأت البنوك في صرف الدفعة الأولى من اللي حطوا فلوسهم شهادات منذ نوفمبر 2016. امبارح فات 18 شهر على أول شهادة اتعملت بفايدة 20%. حجم الأموال اللي جرى استردادها امبارح تتجاوز 350 مليار جنيه. ما الشهاده مدتها 18 شهر وانت خدت ال 20% البنوك اديتها لك وفلوسك رجعت لك، حاطط 10000 100000 مليون 10 مليون ان شاء الله مليار، خلاص امبارح مفيش بقى. هل ده يشكل عدد كبير من الناس؟ اولا انت بتتكلم في اجمالي اموال اودعت في بنكي الاهلي والقاهره فقط تتجاوز 600 مليار جنيه، تتجاوز يعني رقم ضخم جدا. طب الفلوس دي رجعت للمودعين. السؤال بقى، لو انت حضرتك احد هؤلاء المودعين هتعمل ايه يا قمار؟ ده سؤال مهم، سؤال اللي يتبلع له ينسون. علش زور الواحد مبحوح شوية، ربما كنت بشجع الإسماعيلي ولا إيه؟ طيب لازم نتكلم كلام جد بقى. لعشرين في المية أموالك دي هتعمل بيها إيه؟ وانت الآن من التضخم رغم أنه هو بيتراجع، ده سؤال لسان حال عدد كبير جدا من المصريين. وانا سألت بعض المختصين في مجالات الاستثمار، في بنوك الاستثمار عامة، كبار الصحفيين الاقتصاديين، لو الناس اللي صرفت فلوسهم 20% واستردوها امس يعملوا ايه؟ قالوا لي قدامهم حاجتين. طلع كده ورقة وقلم، انا جايب لك الخلاصة اهو. لو انت من الناس اللي حطيت فلوس في البنوك عشان تاخد فايدة 20%، انا بقول لك هتعمل ايه بعد ما استرددت الفلوس امبارح. طبعا مش كل الناس استردوا فلوسه امبارح، ده لسه قدامك سنة كاملة، كل يوم في ناس هتاخد شهادته. قال لك في نوع من الاستثمار اسمه استثمار امن، تقدر تشتري بجزء من فلوسك ده ذهب. لان حسب كلام مهندس لجيب سويرس رجل الاعمال المعروف، واللي حول نصف فلوسه او هيحول نصف ثروته الى ذهب، ان الذهب هيطلع الاوقية النهاردة ب 1300 دولار في الاسواق العالمية. نجيب سويرس يتوقع ان ترتفع الى 1800 دولار. فبيقولك الذهب مخزن للقيمة وحافظ ليها، ده اسمه الاستثمار الامن، ان انت تاخد فلوسك وتروح رايح شاري بيها دهب. الجزء الثاني ان انت تروح تلحق تشتري شهادات الثلاثية، اللي هي الشهادة البليتانية اللي عاملها البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة. دي شهادة بلاتينية مدتها 3 سنوات
بتديك عائد شهري 15%. ده نوع تاني، يعني بدل ما كنت بتاخد 20% خد 15%. في نوع تالت، ان انت تروح البورصة. الحكومة اعلنت انها هتطرح عدد من اسهم بعض شركاتها الناجحة. تخيل الحكومة قلبها، يا ريت بتطرحها عليك انت كمواطن، ده بتطرحها كمستثمرين اجانب، ويا ريتها. ودي الخيبة بصراحة، يعني بدل ما تطرح شركات خاسرة، لا طرح شركات عمالة تكسب مليارات. المهم هتطرح جزء من شركة انبي بتاعت البترول، وهتطرح جزء من شركة الشرقية للدخان. لو انت ليك في الدخان يعني تقدر تروح، لو انت ملكش في البورصة تكود اسمك في البورصة وتنتظر الطروحات دي وتشتري جزء منها. ده كده اسمه استثمار آمن. ميزة الذهب وميزة الشهادة ام 15% وميزة البورصة انك في 24 ساعة لو عايز فلوسك هتاخدها. في 24 ساعة لو انت عايز فلوسك اللي استثمرتها دي تاخد. ذهبك تقدر تاخده تبيعه، الشهادة تقدر تكسرها، بس بيشترط انه يعدي عليها 6 شهور. طبعا بعد 6 شهور يعني، بس فلوسك في الامان. البورصة 24 ساعة. طيب في نوع تاني من الاستثمار، انا قلت اللي اسمه الاستثمار الامن، ان انت تضع فلوسك في اسمنت وطوب، وده استثمار عقاري. خبراء العقار بيقولوا ان العقار في مصر لم يصل لمرحلة الفقاعة العقارية. يعني ايه الفقاعة العقارية؟ ان احنا عمالين نلبس طوائل بعض. لا، وهقول لك خبر من جوه المطبخ، خبر لسه ما طلعش، خبر طازة، خبر لسه لم تعلن عنه الحكومة، خبر مني ليكم، ورب الحكومة ما تبقى سمعاني، لان اللي قالوا لي مصدر برضو واكيد مش هيتفرج على برنامجي. المهم الحكومة ناوية تعمل حاجة اسمها تصدير العقار. تصدير العقار يعني ايه؟ ما احنا خلاص انا وانت عمالين ندور في دايرة مقفولة، هما الكام باكو وعمال تقسط وتسدد والكلام، بس في كمية عقارات كبيرة، والعقار بيجر وراه اكتر من 110 صناعة، حديد واخشب وسيراميك وكهرباء، دي اسمها عمالة مباشرة. في عمالة غير مباشرة، الراجل اللي واقف بنصبة الشاي. طب هنعمل ايه؟ هنوقف قطاع العقار؟ ما الاسعار بقى المتر وصل ايه؟ ده انا بسمع ارقام 15 و20 و25، ده بقى عادي، يعني حاجات مش مبررة بالنسبة لي، على قدي. لكن هنعمل ايه؟ العشيل 1000 جنيه سعر المتر ده يوازي 1000 دولار. 1000 دولار لمواطن خليجي يعني 4000 ريال سعودي او اماراتي او قطر، بالنسبة له مش مبلغ، لكن بالنسبة لك ال 1000 دولار دول 18000 جنيه. ففي توجه دراسة، ده مش خبر، انا لا اعلن خبر رسمي خالص. في توقعات بتشير الى ان الحكومة ممكن بتفكر او بتدرس انها تمنح الاقامة عدد من السنوات لجنسيات عربية واجنبية مقابل شراء عقار في مصر. طبعا ده لو حصل وانت نايم لك على كام شقة كده الدنيا هتمشي معاك حلاوة. لو الحكومة بقى مش ناوية تعمل المشروع ده انا ماليش دعوة، لكن النصيحة دائما عند المطورين العقاريين يقول لك خش في اول المشروع، احجز، نام سنة سنتين، حتى لو استلمت او ما استلمتش لسه تقدر تبيع وتاخد لك 20-30% زي الفل. فده نوع تاني من انواع الاستثمار. السؤال بقى عايز اقول للحكومة، ينفع يا حكومة، ينفع المصريين معاهم مئات المليارات ومحتارين يحطوا فلوسهم في ايه وانت ساكتة؟ ينفع ده يا حكومة؟ انا مندهش والله، يعني انا كحكومة عندي ملايين المصريين استردوا اموالهم المودعة في البنوك، صح ولا غلط؟ ومحتارين يحطوها في ايه؟ اخر ما هيزهقوا، اخر ما زهقوا يروحوا فين؟ حد ينصب علينا المستريح، صح ولا غلط؟ وعمال انا اقول بقى المصرف عندي يقول للمصريين طب حط فلوسك في ذهب، انا خايف يحطها في دولار فترجع الدولاره، طب حطها في بورصه، طب روح حطها في عقار. طب تخيل بقى لو حكومتنا ذكيه ونوره وقوره كده
وراحت مؤسسة شركة مساهمة مصرية نكتتب فيها كمواطنين وتقول لك أنا هطور مرفق حديد سكك حديد بصر محتاجة 100 مليار وهضمن لكم عائد مثلا 20% سنويا، مش كنا نروح؟ لو الحكومة أعلنت خطة على إنشاء على الحدود الجنوبية مصانع حديد وأسمنت وسيراميك وقررت تصدر لأفريقيا وتعمل شركة مساهمة مصرية وإحنا نروح نساهم فيها، مش دي هياخد فلوس؟ هي ليه حكومتنا كده يا إخوانا؟ هي ليه حكومتنا كده؟ حكومتنا اللي قرت التصريح بتاع مهندس نجيب ساويرس من كام يوم وعدت عليه كده مرور الخاطر. ساويرس ده مش قليل بالمناسبة، غير أنه هو مواطن مصري وله كل الاحترام والقيمة، هو رجل مستثمر عالمي ثروته بتقدر ب 110 مليار جنيه في عين العدو، يعني 110 مليار جنيه. أساويرس أنت بتعمل بيهم إيه دول؟ يعني طبعا لو راجل على قد حاله زي كده يقول لك عطوه في البنك يجي لي 20 مليار جنيه مش عارف أنطقها حتى سنويا، ده يدلعوني ويدلعوا اللي جابوني يعني. المهم ساويرس بثروته ده طلع تصريح لوكالة بلومبيرج قال فيه ايه؟ قال انا بصراحة بفكر احول نصف ثروتي الى ذهب. ليه يا عم ساويرس؟ ده نجيب قال لك علشان هحول ده نصف ثروتي الى ذهب، لان الذهب هيقفز من 1300 دولار الوقية مرشح يبقى 1800، وبفكر الجزء الأكبر مما يتبقى من ثروتي أدخل بيها مجال الاستثمار العقاري لأن العقار نشط، وإن أنا هعين مستشار عقاري ليا. الراجل قال التصريح ده بره، ثروته كام؟ 110 مليار جنيه بالظبط، 5.7 مليار دولار طلع على حسبة اضرب في 17.5 يطلع لك الرقم. طيب خلينا نتفق ان معظم هذه الاموال ممكن 99% منها خارج مصر. نجيب ساويرس من بعد 2011 ملوش حاجة في مصر، في الاخر هو حر، هو مواطن حر تقدرش تقول له حاجة. هتمارس عليه بقى المزايدة الوطنية وفين كلامك عن حب الوطن والكلام ده؟ رجل الاعمال ما بياكلش من الكلام ده. أنا هنا كحكومة وأنا عمال أسأل الله حق النشوء كده وأقول يا مستثمر يا مين يدلني على مستثمر بالخارج، إزاي التصريح ده عدى عليا؟ ليه أنا ما أجيبش مهندس نجيب ساويرس؟ أولا ده إشارة سالبة لو هو حول فلوسه لذهب وعقار، ما هو بقية المستثمرين المصريين هيسمعوا كلامه يقول لك الله ده العلامة بتاعنا، ده ساويرس قرر يوقف استثماراته ويحطها في الذهب. طب ما انا ابيع مصانع وشركاتي واحطها في الذهب والباقي احطه في العقار، طب ما كده حال البلد يقف. طب هو ساويرس هيشتري ذهب من الراجل بتاع السقف في الحسين ويروح جايب خزنة كبيرة حاططها تحت الارض في فيلته؟ لا ده انت تبقى بقى لا مؤاخذة لو انت بتصور كده، لا ده بورصات عالمية بيشتريها بره وخلاص مش جاياله جوه مصر يعني. لكن لو هو عايز يحول جزء من استثماراته العقار، طب ما الحكومة تاخد اللقطة دي منه، وزيرة الاستثمار تقابله، السيد رئيس الوزراء يقول له تعالى يا ساويرس نقعد، وزير الإسكان وهو ابن بلد يقول له بص احنا بنخطط لعمل مدن مليونية ما تخش تشارك فيها وشوف ايه طلباتك، عايز نوفر لك لبن العصفور نوفره. الحكومات في العالم بتعمل كده. اوعى تفكر لما انا بقول لحكومه والدي الشريف اسماعيل اعملي ده مع ساويرس يبقى انا كده بقلل من مكاله الحكومه، بالعكس ده انا بشير الى احد ادوار اي حكومه في العالم. رئيس العالم ترامب ركب الطياره شوف هبط كام ساعه وراح قابل ملوك السعوديه والخليج عشان يمضي كام عقد ويلهف 110 مليار دولار وقيل 400 مليار دولار. اذا انت عليك كحكومة تروحي جايبة نجيب ساويرس، طيب احنا بنعمل مدن مليونية في العالمين، ما تيجي تعمل 4 اوتيلات عالمية، ما تيجي تاخد
5000 فدان 10000 فدان تطورهم في العاصمة الإدارية الجديدة وهكذا. لكن ترك تصريح ساويرس يعد عليه يوم والتاني والتالت بالشكل ده، ده يترك علامة سلبية، لكن أتمنى يكون حد في الحكومة سمع. ما أقدرش النهاردة أتجاهل خبر ارتفاع أسعار الدواجن، لأن كيلو الفراخ زاد في خلال 48 ساعة 2 جنيه. أنا كمستهلك كنت باخده ب 29، النهاردة وصل ل 31 جنيه. تسليم مزرعة كان من يومين ب 27، النهاردة ب 29. حط عليه 2 جنيه ليا كمستهلك، الزيادة كبيرة. ليه؟ لأنها مرشحة للتزايد خلال شهر رمضان. ما دي مشكلة أيضا. يعني في أحد المولات التجارية اللي هي السوبر ماركتات والهايبرات الكبيرة، أحد يعني السادة المشاهدين بعت لي صورة عايز أعرضها عليكم. الصورة سعر الفرخة فيها متجاوز، يعني لا اعرضوا الصورة وخلي المشاهد يشوفها. اعرضوها على الشاشة وراي. مكتوب عليها 112 جنيه كيلو 700 جرام. يعني ما ده بقى بيعمل لي رعب. يعني ايه فرخة كيلو 700 جرام ب 112 جنيه؟ دي اكيد طبعا مع جنسية امريكية او بريطانية، ما ينفعش نتعامل معاها انها فرخة بيئة زينا. يعني خلينا نعرف ايه اسباب ارتفاع اسعار الدواجن حاليا، وهل هي مرشحة للزيادة في رمضان؟ تفاصيل اكتر مع الدكتور ثروة الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. كل سنة وانت طيب يا دكتور ثروة. كنت بالصحة والسلامة يا محمد. ايه ازي الصحة يا فندم؟ الله يخليك. عاوز اعرف في حضرتك ايه اللي خلى في خلال الساعات البسيطة الماضية يقفز كيلو الدواجن 2 جنيه؟ مين سعادتك اللي بيقول ان اولا بعد اذنك الدواجن غالية؟ انا اقول لسعادتك الاسبوع اللي فات كان الدواجن ب 26 جنيه من اربع ايام. لا لحظة، لما حضرتك بتحدد سعر، ده سعر مزرعة ولا سعر مستهلك؟ لا ده سعر النهاردة، سعر المزرعة. المزرعة 26 جنيه. نعم، احنا اتحاد منتجي الدواجن مسؤولين عن الانتاج والانتاج وفقط لا غير، تمام؟ نعم. فسعر المزرعة النهاردة طبق البيض من 32 جنيه ونص ل 28 جنيه سعر المزرعة. كيلو الدواجن بتتراوح ما بين 24 و 26 جنيه. نتكلم سعادتك بعد اذنك بشوية معلومات. نعم. ونقارن الوضع بتاعنا بالسنة اللي فاتت. نعم. السنة اللي فاتت في مثل هذه الأيام قبل رمضان بأسبوعين كان الدواجن وصلت أسعارها 30-31 جنيه سعر باب المزرعة، تمام؟ السنة دي احنا بنتكلم النهارده قبل رمضان بأسبوعين أو أقل، واخد بالك بنتكلم 24-26. إذا في انخفاض أكثر. المستهلك فين بقى؟ بيوصل للمستهلك بكام؟ حوصل لسعادتك دلوقتي، حوصل لسعادتك عشان برضو ايه نجاوب على كل الكلام. في نفس الخط ده الانتاج المحلي، انتاجنا المحلي بالارقام 3.5 مليون دجاجة محلي يوميا. نعم. اكتر من 40 مليون بيضة مائدة، مفيش بيضة واحدة مستوردة. نيجي سعادتك للنقطة على الجانب الاخر، في دواجن متاحة في الجمعيات وفي منافذ منافذ القوات المسلحة وغيرها ب 17 جنيه، وفي السوبر ماركت برضه موجودة ب 17 جنيه وبكميات فيها إتاحية أكتر من السنة اللي فاتت، بالعكس بكميات أكتر من المطلوب. فما فيش النهاردة عكس، الأسعار بالنسبة للسنة اللي فاتت أقل 20%، رغم إيه؟ أسعار الأعلاف زادت النهاردة في السنة العلف. السنة اللي فاتت في مثل هذه الأوقات بتكلم في 6200 جنيه، النهارده 7200 جنيه، يعني بيتكلم في اكتر من 17-18% زياده في اسعار. يعني سعر المستهلك النهارده كام يا دكتور؟ سعر بيزيد عن سعر المزرعه في حلقات تداول ما بين تاجر الجمله والتاجر الوسيط والتاجر الصغير، كل واحد اللي بياخد له نص جنيه ل 75 قرش في الكيلو بتوصل بزيد عن سعر المزرعه من 3-4 جنيه حسب الاحياء. انا سمعت كلمه رقم من سعادتك دلوقتي. ده في احد السوبر ماركتات الكبيره. لا ده واحد، يعني انا رقم غريب بالنسبه لي وما اعرفوش وما اقدرش اقره. انا بقول سعادتك الدواجن سعر المزرعه قدلها اكتر من اسبوعين رغم دخله رمضان،
احنا عندنا مشكله برضه محمد، دي اتكلمنا مع سعادتك فيها قبل كده. احنا في المواسم بتاعتنا بنحتفل بيها بالاستهلاك. نعم. الناس بتيجي قبل رمضان والكونسامشن او الاستهلاك بيزيد بنسبه 130 و140 و150%. نعم. الناس تبدا تخزن بلا منطق. اللي بياخد فرخه عايز ياخد اثنين، اللي بياخد اثنين عايز ياخد اربعه عشان اخزن الاستهلاك الزائد ده كله. وده برضه ثقافه استهلاك. يعني انت راي حضرتك لو المواطنين ما عملوش هجوم على الدواجن خلال الايام القليله القادمه الاسعار ممكن ترجع شويه؟ هترجع اكيد، في عرض غير طبيعي، انتاج غير طبيعي محلي، وفي اتاحيه في المستورد بطريقه مصر ما شفتهاش قبل كده. الدوله بتجيب دواجن النهارده ب 31 جنيه بتبيعها ب 17 و16 جنيه بتخسر فيها 50% من تكلفتها. في اتاحيه في الدواجن بشكل غير طبيعي. فالمشكله النهارده هي نمط الاستهلاك بيزيد شويه. طب انا اقول لسعادتك على حاجه، ان شاء الله بعد رمضان بالاسبوع واحد الاسعار هتنزل عن الاسعار الحاليه 15 و20%. بس سعادتك بعد العيد ان شاء الله علينا حاجه، يعني بتتكلم في 21 22 مزرعه؟ ايوه. على فكره 21 في المزرعه دي يا فندم، احنا قعدنا من شهر 10 اكتوبر اللي فات لحد شهر 3 سعر الدواجن كان في المزرعه 16 جنيه و17 جنيه. ليه ما حدش اتكلم في الاعلام وقال الحقوا المربين بيخسروا يا جماعه؟ المرب اللي عنده كهرباء النهارده متزايده متضاعفه، اللي عنده ميه متضاعفه، اللي عنده قريبه عقاريه لا منطق لها، ومع ذلك قعد اربع خمس ست شهور طيب بيعمل ست دورات. خليك معايا دكتور ثروت، معايا على التليفون الاستاذ عبد العزيز السيد، الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في غرفه القاهره التجاريه. مساء الفل دكتور عبد العزيز. مساء النور بيك استاذ محمد وبالساده المشاهدين. انا معايا على التليفون ايضا دكتور ثروت الزني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. عايز اعرف من حضرتك سعر كيلو الدواجن. انا دكتور، ده حضرتك يا دكتور. دكتور عبد العزيز. عايز اعرف سعر كيلو الدواجن النهارده دكتور عبد العزيز للمستهلك بكام؟ الدواجن النهارده يمكن في المزرعه ب 26 جنيه بتتباع، يمكن النهارده بتتباع ب 29 مستهلك. الدواجن بتتحرك في 2 جنيه صعودا وهبوطا. ديت الوضع الحالي النهارده. البيض يمكن ب 27 جنيه بيتباع ب 31 جنيه. دي الاسعار المتداوله النهارده في الظروف اللي احنا فيها حاليا. خلال شهر رمضان تتوقع اسعار تثبت ام ترتفع؟ انا يعني دائما وابدا ان احنا انتاجنا في رمضان بيبقى زايد الحمد لله، وانتاج جيد ما فيش فيه مشاكل. يمكن بيصل انتاجنا الى 2.2 مليون طائر، وده طبعا لان كل الناس اللي خسرت في فصل الشتاء وطلعت من المنظومه بتحاول تستعيد خسائرها تاني، لان رمضان يعتبر موسم بالنسبه ليهم. نعم. عشان كده بيخش المنظومه فالانتاج بيزيد. فانا انتاجي بيزيد، فانا متوقع حتى لو حصل اي ارتفاع لن يزيد عن 10% لمده يومين او ثلاث ايام فقط لا غير، لكن بيعود الى طبيعته مره اخرى، وده واضح من كل السنوات. بس دكتور عبد العزيز الاسعار اللي بتقولها يعني لما تنزل لارض الواقع في السوق الكيلو وصل ل 31 جنيه مستهلك في بعض المناطق. الكلام ده اتقال لي، لكن انا بقول لحضرتك احنا لما بنقول النهارده السعر 26 جنيه في المزرعه، انا ايه ذنبي ان يوصل 31 جنيه؟ ده يمكن 26 جنيه في ظل ارتفاع الاعلاف وفي ظل ارتفاع الكهرباء والميه والدنيا كلها اللي مرتفعه، وفي ظل الامراض الوبائيه والخسائر اللي بيمنى بيها سواء صغار المربين او كبار المربين، كل ده يا دوبك الانسان بيعمل. لكن انا الحلقات الوسيطه وده اتكلمنا عليه مره واثنين وثلاثه وعشرين. نعم. انا ماليش ذنب فيها، لكن في رقابه، واحنا عشان كده بنقول في اسعار استرشاديه يتم خروجها من الغرف التجاريه، بنقول السعر الاسترشادي كذا كذا. ليه بنقول سعر استرشادي؟ عشان حضرتك لما تروح تجيب يبقى انت عندك فكره ان السعر في المزرعه قد كده، المفروض لا يزيد باي حال من الاحوال عن اللي احنا بنقوله اللي 29 او 30 اقصى حد. كلمة أخيرة دكتور ثروت الزيني. سعادتك أصبت نقطة مهمة جدا وهي حلقات التداول، وأبشر حضرتك برضو إن في اتفاق حاليا ما بين اتحاد الدواجن ووزارة الزراعة إن في النهارده شركة بتتكون شركة تسويق عشان تخفيض حلقات الدواجن ما بين باب المزرعة والمستهلك، وده أعتقد هيبقى في صالح المستهلك وفي صالح المربي، إن المربي إذا ما عملش هامش ربح بسيط مش هيستمر. فدي لازم نحافظ انا شايف احنا دايما بنتكلم في الاسعار العاليه، ما حدش قال البيض رخيص ليه النهارده؟ معاك حق، ما حدش قال الدواجن النهارده ليه قعدت اربع خمس شهور النهارده المربين بيخسروا؟ يا جماعه احنا في ايدنا صناعه كبيره جدا،
فيها عماله كثيفه، في انتاج مميز النهارده، انتاج ضخم. نعم. يا ريت نحافظ عليه، يا ريت ندعمه. اشكرك دكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبشكرك دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في غرفه القاهره التجاريه. هطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه هموم الناس اللي مستمره الاسبوع الجاي ان شاء الله، ولان الاسبوع القادم هيكون اخر اسبوع من المصرف افندي قبل رمضان، المصرف افندي اجازه خلال شهر رمضان، فاحنا هنخلي فقره هموم الناس طوال 3 ايام الاسبوع القادم استثناء، يعني هيبقى كل يوم مدتها كده ربع ساعه سبت حد اتنين، عشان ناخد اكبر كم من شكاوى حضراتكم، لان احنا هناخد اجازه خلال شهر رمضان. نطلع فاصل. بجدد التحية لحضراتكم، وجه موعد فقرتكم الأسبوعية هموم الناس اللي هنحط فيها تليفونات البرنامج وتبدأوا حضراتكم تتواصلوا معي. وفي البداية عايز أنوه وأشير إلى أن عدد من سكان مدينة دريم لاند تواصلوا معايا وكان ليهم مطلب من إما السادة المسؤولين في وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة الطرق والكباري، أو وزارة الداخلية إدارة المرور. مشكلة ايه اللي حكوها لي كالاتي، ان في طريق الواحات في عندنا سوق الجملة، ده سوق كبير قدامه الجهة المقابلة مدينة دريم لاند، فيها مدرسة كبيرة وبيضم يعني تلاميذ وناس كتيرة ومدرسين، ودي ايضا مدينة سكنية وفي كمان مستشفى. الطريق ده طريق سريع، ينظر بيقولوا لي ان يمر اسبوع الا لما يبقى فيه حاله وفاه، حادثه على الطريق ده، عربيه جايه مسرعه بتشيل احد المواطنين الغلابه اللي ماشيين على رجله. سكان مدينه دريم بينجدوا بقى المسؤول هنا، اما اداره العامه للمرور، اما هيئه المجتمعات العمرانيه، اما هيئه الطرق والكباري. هم على استعداد، هم ليهم طلب واضح انه يتعمل مطب في الاتجاهين من عند سوق الجملة لمدخل 3 بتاع دريم لاند، وهم مستعدين انهم يتحملوا تكلفة هذا المطب انقاذا للارواح. بيقول احنا تواصلنا مع ادارة المرور، وادارة المرور قالوا لها للناس اللي تواصلوا معاهم، للست اللي تواصلت معايا ايضا، ان ننتظر لما مول مصر يتعمل، او مول مصر اتعمل واتعمل قدام الكوبري. ف انا بدات فقره هموم الناس بالشكوى دي لان فيها انقاذ لارواح ابرياء، اتمنى ان تجد استجابه عاجله بمطب او كبر بوشاه من المسؤولين بقى على طريق الواحات، ماليش فيه بقى، انا مش متخصص. تطلع اداره مرور، تطلع هيئه الطرق وكباري، تطلع وزاره الاسكان، تطلع وزاره الداخليه، الله اعلم، يطلع محافظ الجيزه اللي انا ما بسمعش صوته في البرنامج يعني. خلينا ناخد بقى تليفونات. اخد اول اتصال تليفوني، محمود بالبلوفية، اتفضل محمود. السلام عليكم يا استاذ محمد. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك، انا محمود قد شغال محاسب باداره اسنه التعليميه بمحافظه المنوفيه. نعم. في مشكله بتخص اكتر من حوالي 1000 شخص في اداره اسنه واداره تلا ومنوف والشهداء وبركه السبع واسطنها والباجور. احنا متعاقدين من سنه 2012 ضمن قرار المحافظه رقم 586 اللي هو بينص على التعاقد مع ذوي الاحتياجات الخاصه، والمفروض ذوي الاحتياجات الخاصه ما تجيش تعاقد بتيجي تثبيت. نعم. وقانون الخدمه المدنيه سنه 81 بينص على كل من مر عليه 3 سنوات ان هو يتم تثبيته، واحنا لحد دلوقتي مر علينا اكتر من 6 سنوات. نبعت شكوتك لمين يا استاذ محمود؟ شكوتي طبعا احنا بعتنا للتنظيم والاداره، قال لي المشكلة في الجهاز في القاهرة، واحنا بعتنا للجهاز في القاهرة والجهاز في جهاز القاهرة. إيه؟ جهاز ايه؟ جهاز ايه؟ جهاز التنظيم والادارة. جهاز تنظيم والادارة. نعم. تنظيم والادارة بالقاهرة. طبعا احنا مرتباتنا بتتحسب غلط كمان يا فندم، من ساعة ما تعاقدنا احنا مرتباتنا فيها نقص 256 جنيه، كمان في حاجة نائب عامل وفي عمالة مؤقتة شغالة معانا، شغالة بقالنا اكتر من 8 سنوات، اول ما بدأت مرتب ليها بدأت ب 135 جنيه ودلوقتي مرتبها 900 جنيه ولا 785،
احنا كذلك بنبقى 900 جنيه ولحد دلوقتي مش عارفين ناخد حقنا. يبقى رسالة حضرتك لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يا ريت يا فندم، يا ريت يا فندم شوف لنا حل في موضوعنا ده. احنا بعد الموضوع ده نعم انا خلاص بعد شكوتك للسيد رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتمنى النظر في شكوى مئات بيعملوا وبيلتزموا منك، يعني باب الرحمة اذا كان لهم حق مثلما قال استاذ محمود. ام نور من القاهرة، تفضلي ام نور. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك، تفضلي. والله يا استاذ محمد انا عندي مشكلتين. اول واحدة انا عندي جوزي تعبان، عندي فيروس بي وبجيب له علبة برشام ب 520 جنيه وبقالي سنة ونص بدوخ عليها، كل شهر بجيبها من حتة شكل، انا مرة من اسكندرية، من بورسعيد، مرة من زقازيق. ده دواء ايه ده؟ دواء خاص بايه؟ فيروس بي. فيروس بي. طب ما انت ليك علاج مجاني على نفقة الدولة. احنا وديناه عند دكتور يا استاذ محمد وراح قال لي العلاج بتاع الدولة دوت بعيد ما ينفعش معايا. طيب انا اتواصل لك مع المسؤولين على العلاج على نفقة الدولة بكرة صباحا ان شاء الله. حماد من الشرقية، بعتوا لي تليفون ام نور. حماد من الشرقية اتفضل. ازيك يا محمد، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. والله وحشنا والله ومنور. الله يخليك يا حبيبي. استاذ محمد يعني بعد ربنا برفع صوتي لكل من بيشاهد برنامج حضرتك. واحنا داخلين على شهر مفترج ورمضان كريم. احنا في قرية ابو فرج مركز بالوحدة المحلية بالدوارية مركز ومدينة الحسين محافظة الشرقية. الحقيقة يا محمد احنا تعبنا جدا وطرقنا كل الابواب. احنا عندنا كوبري حضرتك في حفر والكوبري متساقط وما بيستحملش عربية تمشي عليه. حضرتك يا محمد عندنا طريق ترابي حوالي 2 كيلو بين اراضي زراعية بيخدم 9 كرة. كوبري بيخدم 9 كرة وطريق بيخدم 9 كرة. الطريق حضرتك عملتوا ايه ايام المطرة؟ حضرتك كنا بناخد المرضى بتاعتنا على عربيات كارلو لان العربيات النقل ما بتعرفش تمشي، عربيه كارلو ولما اخذ سوري باللفظ احنا فلاحين، الحماره بتشد العربيه الكارلو في عز المطر وعليها ست كانت بتوضع عشان نوديها الوحده الصحيه. ايه اكيد رحتوا للمحافظ يا استاذ حماد اللي هو خالد سعيد يا فندم. رحتوا له؟ محافظ الشرقيه مش ملناش محافظ يا فندم للاسف، ملناش محافظ والله. احنا لنا محافظ على الورق بس عند الحكومه لكن ملناش محافظ في ارض الواقع ولا نرى اسم المدينه يا فندم. رئيس المدينه بتاعنا بيقول ان الجليدر قام بمسح المياه والامطار على مستوى ضواحي مركز مدينه الحسينيه. للاسف ان انا سالت بعض النواب عنده وبعض الموظفين في مجلس مدينه الحسينيه قال لي والله الجليدر اللي بيتكلم عليه رئيس المدينه ما يعرف ان عطلان اديله شهر. زي تامر غانم ما كان بيقول يا فندم عندي ارض تهدي فيها الخيل ما يجيبش اخرها، طلع ان الخيل مربوط. فرئيس المدينه يا فندم والله ما عارف الجليدر عطلان ولا مش عطلان. نبعت شكوى للواء ابو بكر الجندي؟ انا ببوس ايد اللواء ابو بكر الجندي، ببوس ايده وببوس رجله، بقول له يا فندم احنا 9 كرة في محافظه الشرقيه في الوحده المحليه في الظواهريه مركز ومدينه الحسينيه عند الاستاذ المحترم المحترم اللي عاوز يساعدنا ومش قادر. الاستاذ محمد عبد المنعم رئيس الوحده المحليه. برفع صوت الاستاذ وزير الري بقول له يا فندم الكوبري موجود على مصرف يا استاذ محمد، يعني العجل الصغير بينزل بيكون ماشي على الكوبري ويسقط تلاقيه في قلب الميه. الكوبري حضرتك يا استاذ محمد والطريق ان احنا في فصل الشتاء عباره عن برك ميه، انت عارف يا استاذ محمد عاوز اضحكك على حاجه ان احنا في اعياد الاخوه المسيحيين في شم النسيم اللواري والعربيات الشرطه كانت رايحه تامن الكنيسه ما عرفتش توصل للكنيسه من الطريق الترابي اللي عليه ميه. انا بشكرك استاذ حماد، خلينا علشان ناخد بس مكالمات بقيه الساده المواطنين. الشكوى تروح للسيد اللواء ابو بكر الجندي وزير التنميه المحليه وامل الاستجابه ليها. اخد ابراهيم من القاهره، اتفضل استاذ ابراهيم. السلام عليكم محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. انا ابراهيم تاجر ومستورد من سوق الرويع ويوسف نجيب بالعتبه. اتفضل. حضرتك يعني نرجو يعني تعبنا من الباعة الجائلين وغلق المحلات بالباعة الجائلين والفروشات، ولا محافظ القاهرة بيزورنا ولا السيد مدير الأمن. باعة جائلين في سوق الرواعي؟ في
سوق الرويع قافلين الدنيا ومش عارفين لا ندفع ضرائب ولا تأمينات ولا رخصة ولا كهرباء ولا اي حاجة. هنقفل بنفكر حضرتك صاحب محل صاحبتك. بتدفع ضرائب وكهرباء وتأمينات ورخصة وكهرباء وسجل تجاري وضرائب مبيعات. طب لما اشتكيت على الباعة الجائلين بيقولوا لك ايه المسؤولين؟ مفيش حد بيسمع سعادتك، محدش يسمع. يا ريت تبعت لنا كاميرا تشوف قفلوا الدنيا. ومن 17 شهر 5 2016 حصل حريق مروع، والسيد رئيس الوزراء زار المنطقه ووعد باخلاء المنطقه وان هو يوفر سوق بديل للباعة الجائلين. ازدادوا بلطجه وازدادوا قله ادب وازدادوا الدنيا متبهدله. عاوزين حد من المسؤولين يسمعنا. الدنيا خربانة عندنا خراب مستعجل، والله ما عارفين نشتغل. ناس بتفتح بعد اذان العصر، انت عشان تيجي انت والمدام بتاعتك تشتري حاجة تتعرض للبهدلة والاهانة وقلة الادب والبلطجية اللي مأجرين الساعة ب 20 جنيه عشان. طب انت لما حضرتك بتروح لرئيس الحي لنائب محافظ، رئيس الحي يا بيه في وشنا يا بيه، الشباك بتاعه بيبص على السوق وعلى البهدلة دي. مفيش رئيس حي موجود يا بيه. يا بيه مفيش مسؤولين خالص، في غياب للقانون في المنطقة. نرجو من سعادتك تتبنى الموضوع ده. أرجو. طب الرسالة كده تروح لمحافظ القاهرة الأول، تروح لمحافظ القاهرة، تروح السيد وزير الداخلية، تروح السيد وزير الأمن، تروح السيد وزير المالية. في 950 مليون جنيه ممكن السيد وزير المالية يكلم رئيس مأمورية الضرائب المصري يشوف التجار عليهم 950 مليون جنيه فشل إن هم يلموهم. هيجيبوهم منين يا إخواننا؟ حرام. وسارقين كهرباء من أعمدة الإنارة، واخد بال حضرتك، وأحمال زايدة، وأنابيب بوتاجاز وعصاير. وأنت صوتك ورسالتك واصلة هي يا أستاذ إبراهيم. أتبلى إيجاد حل للباعة الجائلين الموجودين أمام المحلات في سوق الرويعي. محمد بالجيزة، اتفضل محمد. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب وأنت طيب. وحضور شهر رمضان الكريم. اللهم آمين يا رب. انا عندي مشكله كبيره يا استاذ محمد، وعندي والدتي معرضه مهدده للسجن. يعني هي ما بتبيتش في البيت والله. هي والله عندي كنت اقترضت كارد على ارض زراعيه صغيره كده، وعين والدي كان مريض بالكبد، قاعد 8 سنين مريض بالكبد. انا بس لحظه بس يا حاج محمد، ابعد صوتك على التليفون ووضح لي كلامك شويه. بقول لك انا كنت حضرتك كان والدي كان مريض بالكبد، قعد 8 سنين مريض بالكبد، وجبت كارد من بنك الائتمان الزراعي 40,000 جنيه من سنه 2008، والديون تراكمت، والديون دي تراكمت على يعني هي باسم الحاجه، والوقت الحاجه مهدده ان هي يعني خلاص يعني وضع ماضي على وصلات بنكيه، وما بتبيتش في البيت والله. عندي اخ مريض طريح الفراش بقى له 20 سنه، ما عادش حلت حاجه، ولا عندي شقه ولا عندي بيت، وقاعدين في البيت مش بيتنا والله، وما بتبيتش في البيت. وعندها 76 سنه وعيانه والله، وبتبيت في البيت مره بتبات عند اختي ومره بتبات مع اصحاب عند اختها، عشان خاطر الحكومه هتطوب عليها تاخدها، ودي ست كبيره يعني انا خايف ان هي ترمد من بره. انت ساكن فين في الجيزه؟ ساكن الجمهوريه. انت ساكن فين في الجيزه؟ السيد وزير الداخليه وبناشد السيد وزير. حاضر يا حاج محمد، قول لي بس ساكن فين في الجيزه؟ انا ساكن في انا اصلا مش شغال بس شغال في 6 اكتوبر بالاميه والله يا استاذ محمد. نفسي تقف مع الحاجه اعتبرها والدتك والله. حاضر. اولا عايزك تسيب الرقم القومي بقى بتاع الوالد او الوالدة في الكولترول دلوقتي. هكلم باذن الله تعالى السيد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي صباح الغد اللي هو البنك الزراعي، علشان بس وديله بيانات الحالة عند حضرتك. حاضر. داليا القاهرة، اتفضلي داليا. مساء الخير يا استاذ مساء محمد. مساء النور، اهلا بك. انا بتكلم مش باسمي، شكوتي مش بداليا بس، شكوتي اكتر من 300 فرد، فانا مفوضه منهم ان انا اتكلم باسمهم. احنا اخذين في قريه نيس فور بالساحل الشمالي، اللي قريه ايه؟ قريه ايه؟ قريه نيس فور بالساحل الشمالي. نيس فور. اللي بنيها شركه المعماري. نعم. احنا فاضينا الكيل من شركة المعماري اللي باعت لينا الوهم، ومحدش قادر يحاسبهم في الوقت البلد بتشجع فيه الاستثمار في منطقة العالمين وبتحارب الفساد والوسطى. سيبك من ده كله، قولي لي ايه اللي حصل. بلاقي ان شركة اخدت فلوسنا، احنا اشترينا على بروشور، وطبقا للبروشور في رسم معماري معين، في حاجز امواج، في مول تجاري، في فندق،
في منطقه العاب في كل منطقه، وكان الوحده كان سعرها غالي جدا وقتها. فجئنا بعد 10 سنين ما بناش اي حاجه ومش عاوز يبني وما عندهوش النيه. فجاه لقينا ارض فاضيه، ما نعرفش الارض الفاضيه، كل سنه بنسال يا جماعه الارض الفاضيه دي اللي بقت مقلب زباله هتبنوها امتى؟ كل سنه يقولوا السنه اللي بعديها. طب يا جماعه شجروها او ازرعوها، لان ما ينفعش القريه جايين نستجم فيها المنظر السيء ده. فهمنا ان عليها نزاع ومش هتتبني دلوقتي. طيب شركه عندنا المرافق لغايه دلوقتي شغالين بالعداد الانشائي للقريه، ما عندناش عداد لينا، والعداد الانشائي حصل المشكله بين وزاره الكهرباء والشركه وقطعت عندنا الانشاء. طب بعد اذنك مدام داليا، هنوجه رسالتك لمين؟ انا بوجه رسالتي للنائب العام، لمحافظ مرسى مطروح، لاننا لغايه دلوقتي مش عارفين ناخد حق ولا باطل في الشركه دي. انت كيلو كام؟ الكيلو كام كامل يا داليا؟ انت الكيلو كام اسكندريه مطروح؟ الكيلو 74.25 من اسكندريه جنب جامعه القاهره. لان مطروح تبدا من الكيلو 70، يبقى انت بعد الحمام. احنا بعد الحمام، بعد الحمام. يبقى ان هو مش ان لغايه دلوقتي ما عندناش كهرباء واخد فلوس الوديعة تحت سيطرته. طيب داليا، انا هبعت شكوتك للسيد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. يعني اتمنى ايجاد حل لل 300 مواطن او 300 اسره اللي واخدين في نيس 4 بالساحل الشمالي، مواطنين لهم شكوى عند حضرتك، اتمنى تجد لها حل. مين سحر الاسماعيلية؟ اتفضلي سحر. السلام عليكم، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا سحر من القليوبية يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اولا يا فندم انا مش هكتر في الكلام والله المرة دي، بس بالله عليك يعني سيبنا خلص كلام. ثانيا يا فندم انا كنت تواصلت مع حضرتك مرة قبل كده يعني، وشرحت ظروفي وظروف بنتي اللي انا بصرف عليها 300 جنيه في الشهر تحاليل وكده، وطلبت اي وظيفه في اي مدرسه، ولكن يا فندم ما حدش رد عليا ولا حد عبرني. انا عارفه يا فندم ان الموضوع صعب، بس يعني انا اعمل ايه؟ امد يد العون لمين؟ لقطر ولا لتركيا ولا لاسرائيل؟ يا فندم انا لازم امد يد العون لبلدي، لوطني اللي انا عايشه فيها ومستحمله فيها، وانا حاسه ان بلدي ان شاء الله مش هتخذلني وهتساعدني ان شاء الله. وبعدين يا فندم مرتبي مهما كان مبلغه يعني مش هيكلف الدوله كتير، وانا والله العظيم هشتغل لو اراد ربنا يعني. بناشد يا فندم وزاره التربيه والتعليم يساعدوني، رئاسه الوزراء زي ما حضرتك ناشدتهم المره اللي فاتت، اي حد امري في ايده يساعدني. ارجوكم يا فندم انا محتاجه للشغل ده زي ما انا محتاجه لعناية. ارجوك يا فندم توصل صوتي وتساعدني، يا رب يسمعوا صوتي المره دي، يا رب زي ما باب ربنا دايما مفتوح يكون باب المسؤولين مفتوح في وشي المره دي، يا رب يحققوا امل. اخيرا يا فندم هطلب حاجه يعني اكبر من حجم شويه، انا اسف. اتفضلي. انا عايزه رقم حضرتك بس بجد تقول لهم يدهولي، وانا والله مش هزيك حضرتك يا فندم. في الكولترول. حاضر حاضر. سحر من القليوبيه طالبه وظيفه، ايا كان المرتب اللي هتاخده، هي بتعول بنتها المريضه. هل ده امر صعب؟ هل امر صعب على السيد محافظ القليوبيه يتواصل معنا وياخد تليفون سحر؟ مش مواطنة، مش رعية من رعاياك. اعتقد ده امر متاح وبسيط، بكرة الصبح تتصل بينا نديك تليفون سحر تقدر تتواصل معاها وتجيبها مكتبك وتدبر لها وظيفة. يعني هي مش طالبة تبقى خبيرة يعني في اي مجال، ده وظيفة ان شاء الله مكتبية. محمود بالشرقية، محمود اتفضل. السلام عليكم محمد بيه. اهلا بيك يا حبيبي. تحياتي حضرتك محمد بيه. اهلا بيك. انت كلمتني الاسبوع اللي فات؟ كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات يا فندم. الاسبوع اللي فات يا فندم كلمت حضرتك. ومن خلال برنامج المصري الفردي وفريق الاعداد انا بتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير، بخصوص ان انا نشدت رسالتك المره اللي فاتت بخصوص ازمه الرز ومنع الرز عن اهالي مركز ومنع زراعه الرز عن اهالي مركز ومنيس فاقوس. الحمد لله اجى مخاطبه من السيد وزير الزراعه للسيد
وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه، بان شاء الله ان يتم تحديد 4 مناطق بمركز ومدينه فقوس لزراعه الرز. طب ده كويس، يعني نشكر من خلال برنامج حضرتك نشكر السيد وزير الزراعه دكتور عم منعم البنا، نعم، والسيد وزير وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه على هذه الاستجابه، ونامل من حضرتك ان مركز فقوس يظل في تقدم وازدهار، والساده المسؤولين ومن خلال الساده المسؤولين، لان مركز فقوس دوت بنحتاج برضو بعض المشاكل وبعض المعاناه اللي موجوده. طب كويس يا حاج محمود اللي في حاجه استجيب ليها. الحمد لله يا فندم. انا بشكرك كده. اولا حاج محمود، وهاخد اخر مداخله هبه من القاهره. اتفضلي هبه. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي حضرتك، انا بنتي مش متشخصه بقالها 13 سنه. بنتي اه مش متشخصه؟ لا مش متشخصه. ولفيت على كل دكاتره مصر ما خليتش ولا دكتور اللي ما رحت له. يعني عندها مرض ومش عارفين تشخيصه؟ مش عارفين. وحضرتك الدكاتره بتوع مخ واعصاب يقولوا لي ده يا مرض نازل ملوش علاج. نعم. وبعدين دكاتره تاني كبار جدا برضو رحت لهم وصرفت مبالغ جامده جدا، قالوا لي لا مش مرض نادر، ده عندها حاجه في الاعصاب، ولازم دكتور اسمه وليد عبد الغني قال لي لازم البنت دي تسافر بره تتعالج بره تتشخص بره، لازم حد يلحقها. طيب وزير الصحه عارف كده. طلب حضرتك نروح لمين؟ بص حضرتك، يعني انا عايزه بنتي تتعالج في اي مكان. هما دلوقتي محجوزه في الشيخ زايد النهيان اللي عند الدويقه. اه طردونا من المستشفى وقالوا ما ينفعش تقعد اكتر من كده. طردوكي ليه؟ قالوا لا ما ينفعش، المستشفى تحولت امانه، المستشفى دي كانت حكومه. اه الشيخ زايد عاملها الناس الغلابه. الامانه خدتها، طالما اتعملت امانه يرمونا احنا ما نتعالجش. طب نبعت المناشده لوزير الصحه مثلا؟ حضرتك يعني بصي، انا عايزه بنتي تتعالج في اي مكان، ياخدوها يسفروها بره يعالجوها هنا، يدوها دواء. حاضر هبه، حاضر هبه. البنت عندها 23 سنه عروس. خلينا نبعت شكوى حضرتك السيد وزير الصحه، رعيه من رعاياك مواطنه مصريه تناشدك، كل اللي طالباه ان يكون هناك تشخيص سليم لابنتها، بقالها اكتر من 15 سنه الاطباء احتاروا في تشخيصها وفق روايتها. هل ممكن دي تكون محل اهتمامك بكره الصبح، ولا هتدخل في دوامه العمل الوزاري؟ اتمنى. انا هطلع فاصل قصير، وعايز انوه ان الاسبوع القادم هو الاسبوع الاخير قبل رمضان، مصر افندي اجازه، خلال شهر رمضان نرجع لكم باذن الله ان نعيش لو كان ليله عمر بعد العيد. وعلشان فقرة هموم الناس بنخصصها كل أسبوع، استثناء الأسبوع القادم هنخصصها 3 أيام، سبت والأحد والاثنين كاملين، عشان اللي عنده أي شكوى نحاول يقولها على طول قبل رمضان، ربما تلقى استجابة خلال هذا الشهر الكريم. بعد الفاصل فقرة عن السياحة، وهل حدث تطور ليها؟ إيطاليا بتتوقع في 12 مليون سائح هيجوا مصر خلال السنة دي أو السنة الجاية، دي توقع جاءنا من إيطاليا. أيضا بعد عودة الطيران الروسي، هل السياحة المصرية بدأت تنتعش؟ في تقارير دولية بتقول السياحة النهاردة تعيش أذى عصورة. يا رب دايما، يا رب دايما، ويبقى الدنيا في حالة أمان، ويحمي مصر من أي سوء وأذى. قطاع السياحة بقى عاوز إيه من الحكومة؟ بعد الفاصل هيشرفني مهندس طارق أدهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، والأستاذ إيهاب عبد العال عميل صندوق جمعية السياحة الثقافية. بعد الفاصل. بقدر التحية لحضراتكم. عمال أقرأ من يومين كده كلام في وسائل إعلام أجنبية بيتكلموا عن السياحة وعودتها إلى مصر، وإن مصر بدأت تشهد موسم سياحي رائق، وفي كلام على تزايد عدد السياح الإيطاليين لمصر، وفي كلام أيضا على إن روسيا
هتناقش وزير الطيران المصري خلال هذا الشهر شهر مايو اختيار مطار من احد المطارات الموجودة في المدن الساحلية شرم الشيخ الغردقة لبدء عودة طيران للطيران الشرطة. هل دي كده بداية انفراجة للسوق السياحي اللي ظل متجمد حوالي 7 سنوات مفيش الا طفرة حصلت في 2012-13؟ ضيوف الاعزاء سيجيب على كل ما يتعلق بملف السياحة في هذه الفقرة. اسمحوا لي في البداية ارحب بضيوف الاستاذ ايهاب عبد العال عميل صندوق جمعية السياحة الثقافية، اهلا بك. اهلا بك فندم. وارحب بضيف الكريم مهندس طارق ادهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الاحمر، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذ ايهاب، الكلام اللي انا عمال اقراه في تقارير دولية بتقول ان الدنيا حلوة في قطاع السياحة. هل لما اقول الدنيا حلوة بقارن 17 ب16 ولا 2017 ب2010؟ طبعا حضرتك اللي قلته صح، ان هو قارن 16 ب17 بداية، ولكن المرجعية دايما بتكون ل2010 لانها سنة الذروة بالنسبة للسياحة المصرية او عدد السياح المصريين وكم الدخل اللي دخل لمصر. عدد السياح الاجانب انا اسف في حدود ال 14 مليون و700 الف. هو ده الرقم، ما كانش في 9 ولا في 8؟ لا كان اقل من كده. وحجم الدخل كان تعدى 11 مليار دولار في هذا التوقيت. فالمرجعية دايما بتبقى في السنين المقارنة بتبقى السنة سابقة، وتحديدا في ربع سنوي، يعني ربع السنوي الأولاني أو الثاني أو الثالث أو الرابع، بتبقى المرجعية للسنة اللي تسبقها، والمرجعية لسنة الذروة عشان نقدر نوصل إحنا واقفين فين دلوقتي. لو قارنت 17 ب2010؟ لا طبعا لسه ما وصلناش. طب ناخد ارقام يعني لم نصل الى 60% بنتكلم في 8 مليون سايح مثلا، اقل كمان، اقل من 8 مليون، يعني لا نتعدى 6 مليون 6.5 مليون بما فيهم انا بعتبرهم جزء كبير منهم السياح اللي هم جم من دول عربية كمثال سوريا، دول بيعدوا كسياح جايين اقامات، جايين زيارات عمل وخلافه، لكن الفعلي لا يتعدى 4 مليون وكسور او 5 مليون. مهندس طارق، بس الواحد لما بيزور المنتجعات السياحية لا بيلاقي سياح أجانب ما شاء الله، يعني الدنيا منتعشة، ليه الصورة لا تبدو بالنسبة لكم بهذا الشكل؟ هو السياحة ما تطعتش في مصر، السياحة كانت موجودة في مصر، المنتجعات الشاطئية حضرتك انقطعت تماما بعد حادث الطائرة الروسية. لا ما نقدرش نقول في لحظة انها انقطعت تماما، السياحة قلت قوي لكن ما انقطعتش تماما أبدا. لان حتى سنة 16 اللي بنتكلم عليها ما دخل مصر حوالي 5.5 مليون سايح. المشكلة بتبقى عندنا ايه؟ ان في مصاريف ثابتة في المنشآت، وفي طبعاً ناس كتير قوي قوي بتاكل عيش على هذا النشاط. بتكلموا في 4 مليون؟ تقريبا مباشرة وغير مباشرة. تقريبا، لا وبالعائلات هتزيد عن كده طبعا، لان مباشرة وغير مباشرة يوصل رقم قريب من ده بعائلاتهم بالناس اللي حواليهم يزيد عن كده كتير، الارقام بتتضاعف طبعا. لكن التأثير الجامد كان لما قلت الاعداد بتاعت السياحة، ابتدى يبقى فيه منافسة على السعر بين الفنادق والمنتجعات المصرية طبعا، فالمنافسة السعرية دي قللت الاسعار، فاصبح برضو الدخل نفسه قل. هنرجع لحتة ان في انتعاشة دلوقتي، لا يعني ما نقدرش نقول انتعاشة، لكن نقول ان السياحة الشاطئية كانت التأثير عليها اقل من التأثير على السياحة الثقافية والسياحة الكلاسيكية المفهومة، انما تأثير كبير برضو. المقارنات زي ما ايهاب بيتكلم، المقارنات لو قارنا سنة 17 ب16 اللي احسن كتير، سنة 18 الشواهد بتاعتها برضو بتقول انها تبقى افضل من سنة 17، خاصة ان فات الربع الاول منها، نقدر نقارن. المقارنات اللي من النوع ده تخلينا متفائلين، لكن كناس بنمارس هذا النشاط وعارفين داخلياته كويس واقتصاديات النشاط هي اللي تخليه يعيش ويتطور ويكبر، نقول ان لسه ما وصلناش للنقطة اللي نبتدي فيها نبتسم. النقطة دي بتبقى كم مليون سايح؟ 12 مليون 13 مليون سايح، يعني ضعف الرقم الحالي.
لا الرقم الحالي اللي في سنة 17 اعتقد ان هو كنا وصلنا مثلا ل 8 مليون حاجة زي كده. 8 مليون يعني زيادة 50%. نحتاج الزيادة دي. ممكن تحدث في 18. كل شيء ممكن. السياحة الحقيقة اختلافها عن الانشطة التانية انها مرنة جدا، على قد ما هي ممكن تنضغط بسرعة لكن بتنفرج برضو بسرعة. نقدر نقول دي كاوتش قدام الأنشطة التانية اللي هي ممكن انضغاطها يكون أبطأ لكن برضو انفراجها يكون أبطأ. انفراجها يكون أبطأ. السياحة فيها ميزة، الانفراج بتاعها ممكن يبقى سريع لسبب حضرتك، لأن الفنادق الموجودة تقدر تسميها مصانع جاهزة. المصانع فورا تشتغل، فورا تشتغل. العمالة ممكن ترجع جزء كبير منها من اللي ساب النشاط يرجع بمجرد ما العجلة بتاعت النشاط تتحرك ويطمئن ان هناك دخل موجود ليه. بالظبط. استاذ ايهاب وحضرتك امين صندوق جمعية سياحة ثقافية، احنا لسه عندنا سياحة ثقافية في مصر؟ انا زعلان انك بتسأل السؤال ده. اصل انا واقع معظم السياحة بتيجي سياحة شاطئية. للأسف انه احنا في خلال الخمستاشر سنة اللي فاتت استسهلنا واشتغلنا السياحة الشاطئية ونسينا انه اللي يميز مصر وبعض الدول البسيطة على مستوى العالم بالنسبة للسياحة الثقافية او الاثرية تحديدا، مصر تعتبر اميز دولة في العالم انا بعتبرها كده. استسهلنا من سنة 2000 وبصينا للكم زي ما طارق بيقال كده ولم نهتم بالكيف. وصل متوسط الانفاق في فترة من الفترات الى حاجة وخمسين دولار متوسط انفاق السائح اللي هو السائح الشاطئي. لكن لو حضرتك اهتمينا بملف السياحة الثقافية، السائح الشاطئي حضرتك بيركب الطيارة بينزل بياخد اوتوبيس يودي المنتجع اللي هو هينزل فيه او الفندق او الريزورت يقعد فيه، لو طلع زيارة يوم او اتنين اوفر دي للقاهرة او اوفر دي للأقصر وخلاص. لكن سائح السياحة الثقافية أو الأثرية، الراجل ده أو السائح ده من ساعة ما بيصحى الصبح فهو في حركة دائمة بينفع بقى حضرتك من أول سواء الأوتوبيس حركة المتحف، يعني انفاق المتحف، المرشد، المطعم اللي بيتغدى فيه، المكان اللي بيروح بيتعشى فيه، الصوت والضوء، الشارع، لانه اغلب المزارات او المعابد والاثرية موجودة داخل المدن سواء بقى في القاهرة او في الاقصر او في اسوان، يعني انا بركز ممكن في اسكندرية كمان. فعنده انه يقدر يقوم باكشن او يقوم بنشاط بعد الظهر بعد ما يخلص مزاراته ان هو يعمل حاجات تانية وينفق. لكن الانفاق بالنسبة للسائح الشاطئي بيجي حاجة اسمها all inclusive، ويمكن طارق بيقدر يشرحها اكتر، اللي هو واخد الاسبوع باكج، باكج اكل شارب نايم all inclusive. فبالتالي البادجت بتاعته مش عالية او الحجم الانفاق بتاعه مش عالي. بس الفرق ما بين السائح الشاطئي والسائح اللي جاي للسياحة الثقافية انه السياحة الشاطئية ممكن يجيها كل سنة، بس يقال ان السياحة الثقافية خلاص انا شفت المتحف شفت الهرم شفت ابو الهول، أقول له مرة واحدة وخلاص. مش أنا ما عنديش مشكلة يجي مرة واحدة، بس إحنا بناخد قد إيه من السياحة الثقافية يا فندم؟ يعني بيقال إنه العدد اللي بيتحرك على مستوى العالم في السياحة الثقافية لا يتعدى 15% على مستوى العالم لزيارة الآثار وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى العالم. أنا مفروض لي بقى ليا شير كبير فيه أو ليا جزء كبير فيه. نعم. لأن أنا عندي كم الآثار عالي جدا. فبالتالي إحنا عندنا انحصرت التسويق واستسهلنا من التسعينات او اخر التسعينات وبداية الالفينات وركزنا قوي على الريد ريفيرا تحديدا بعد ضربة معبد حتشبسوت سنة 97، وكان تغير موفق جدا انه اطلق على منطقة البحر الاحمر الريد ريفيرا، وكان صاحب هذا المقولة الدكتور ممدوح البلتاجي، وهو من الناس اللي فعلا أثرت تأثير جيد جدا في قطاع السياحة. نعم. بس كان يجب ما نهملش الأساس اللي هي السياحة الثقافية. الثقافية لأنه هي دي، احنا أخذنا درس قاسي جدا بعد 2010 أو 2011. حضرتك لما قامت الثورة في أكتر من 130 مقصد على مستوى العالم
عنده سياحة شاطئية أو سياحة الاستجمام بشكل عام من الفار إيست لجنوب شرق آسيا لأمريكا اللاتينية. فأنت أمريكا واحد من 130، فعنده متغيرات كتيرة، لكن السياحة الثقافية ما عندوش متغيرات كتيرة، يعني مناطق بيزورها بعينها على مستوى العالم لا تتعدى 20 مقصد كأثار. وأنت واحد مكسر من أبرز المعالم. فإحنا بنحاول بالجمعية بتاعتنا وطبعا بنحاول نوصل للحكومة انه هذا الملف من الملفات المهمة جدا اللي هي بتميز مصر. وانا شايف ان القيادة السياسية كمان ابتدت تبص نظرة صحيحة لهذا الموضوع، هي عايزة الكيف وليس الكم. ما احنا عندنا بداية الاهتمام بالمتحف الجديد وافتتاحه ومن يومين كان في عرب التوت عنخ آمون. بالظبط يا فندم، اللي هي انت بداية افتتاح القاعة بتاع التوت عنخ آمون. مرحلة أولى. مرحلة أنا أولى. تصورت إن المتحف بعد ما يخلص. لا يا فندم، لا لا لا، ده لسه افتتح. لا يعني فدي هيبقى. بالظبط. فاللي أنا أقصده موضوع السياحة الثقافية ده يجب إنه يحصل به اهتمام عالي جدا، ومشاكله كتيرة قوي. ليه؟ لأنه في وزارات معنية أو جهات كتيرة متداخلة وبتعمل لنا مشاكل كتيرة جدا في هذا الملف. هروح لمهندس طارق. روسيا بعتت لنا اول رحلات طيران مدني موسكو القاهرة، وفي كلام ان في شهر مايو هيبدأوا يقعدوا مع مهندس الطيران مهندس شريف فتحي على اساس يختاروا مطار سواء شرم الشيخ الغردقة الأقصر واسوان ويعملوا رحلات شرطة. شايف اللي دي بداية لعودة السياحة الروسية ولا هندخل في لعبة قط وفر؟ والله هو بداية فتح الطيران على مطار القاهرة كان بداية مبشرة بالخير بعد توقف سنتين وكم شهر. سنتين وكم شهر بالظبط. إنما دي مش كفاية خالص لسبب بسيط. لو احنا بنتكلم في طيران منتظم هنقول 3 طيارات من مصر الطيران و3 طيارات من أسبوعية أسبوعية و3 طيارات من الخطوط الروسية أسبوعية، أدي 6 طيارات. لو ضربنا 6 في 150 اللي هو كرسي تقريبا في الطيارة يطلع 900 يعني لو قسمنا على 2 يبقى 450 غرفة. 450 غرفة أسبوعيا يبقى معناها كل فندق هياخد صباع زبون. فهو هي كمان جزء من الحركة دي هتكون ما بين الدبلوماسيين في الدول، ما بين الناس اللي عندها بيزنسز أعمال أنشطة تجارية، يعني بمعنى أن السياحة كمان مش هيوصلها ال 450 غرفة اللي بنتكلم. بس التفاوض في مايو على عودة طيران شارتر. بالضبط، وهو ده البداية اللي المفروض تكون يعني. هنقول اوكي ده باب بيتفتح او بيبتدي يفتح شويه. نتمنى ان في شهر مايو يكون في يعني انطلاقه حقيقيه للموضوع، لان هناخد شهر ما بين الاتفاق النهائي تفاوض شهر من نهايه الموافقه، شهر علشان شركات الطيران تبتدي ترتب نفسها. هم الروس مزعجين في التفاوض؟ لا ما نقدرش نقول كده، هي كل دولة لها خصوصياتها وكل دولة لها أسبابها، وقد تكون الأسباب يعني خليط من مجموعة أسباب، مش لازم ان احنا نكون عارفين كل الأسباب، لكن بنتمنى ان هو يتحل. يعني 3 مليون سائح الروسي تتوقع لو عودة طيران الشارتر هيرجعوا لك على طول كده؟ والله ممكن نقول برضو تعتمد على مدة. 3 مليون اللي حضرتك بتكلم عليهم كانوا خلال سنة، فلو احنا بنتكلم ان فاضل مثلا نص سنة او هيرجعوا في تلت سنة، مش بالضرورة ان التلاتة مليون لو تلت السنة الاخراني رجعوا يبقوا مليون. ما هو تلاتة على يعني. بس المليون دول اصبح ليه مقاصد سياحية اخرى غير مصر. الاول انا هقول ان المليون ممكن لو قلنا ان السنة تلات المليون دول ممكن يجوا حتى تلات اربع، ممكن يجي نص في الاول. بس يجوا انهم اوجدوا مقاصد تانية. الحتة دي نقدر نقول مصر بالوضع بتاعها الجغرافي بينها وبين الدولة الروسية، المسافة مع الجو بتاع مصر مع الاسعار بتاعت مصر بعد التعويم وان كان الاجنبي بيدفع السعر بالدولار، الروسي بيدفع السعر بالدولار، فمش تفرق موضوع التعويم كتير في الباكيجز بتاعته، وممكن يفرق وهو بينفق، فهتبقى مصر فعلا بالنسبة له أرخص. لكن هنقول إن الحتة دي
عودتهم لان المقصد السياحي المصري مميز بالنسبه لهم ومازال هيرجعوا جايز مش بنفس الاعداد في اول سيزون لكن هيبتدي العوده لان في ناس نفسها انها تيجي مصر بقى لها سنتين ونص فمتفائلين في الحته دي بس لما يفتح الباب بتاع السياحه الروسي ما دام بنتكلم على السياحه الروسي بالتحديد بس مصر فيها سياحات من دول كتير تانية يعني نوعيه سياح نوعيه السياح بتختلف هو حتى السوق الواحد بتبقى فيه نوعيات مختلفه يعني احنا لما بنتكلم على السوق الروسي في نوعيه جيده جدا في نوعيه اقل في نوعيه اقل على حسب عاده بيجي المصري انه سايح روسي المتوسط يعني مش المنخفض قوي ولا العالي المتوسط وفي من المنخفض وفي من المنخفض طبعا لكن ما بوصلش للمرتفع المرتفع هيكون بيجي بس اعداده قليله لانه هو بطبيعته برضه ما بيعتبرش ان الشريحه الكبيره في اي دوله كلمه المرتفع يعني دي الشريحه الاقل خليني اطلع فاصل وبعد الفاصل نعرف بقى من الساده العاملين في قطاع السياحه ايه اللي عايزينه من الحكومه واحنا بادئين في عام سياحي مفترض ان بشايره هتكون افضل باذن الله من العامين الماضيين بعد الفاصل بجدر التحية لحضراتكم وبجدر التحية لضيوفي الفقرة النهاردة بنناقش فيها هموم السياحة أو الآمال بتاعت السياحة لأن سنة 2017 كانت أفضل من العام 2016 هروح لضيفي أستاذ إيهاب عبد العال أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية السياحة أكيد في مصر مش ثقافية بس مصر بلد متنوعة بصراحة عندنا أنواع إيه تاني ممكن الحكومة تهتم بيها بأنواع سياحية طبعا هو رقم واحد عشان نبقى واقعيين بالأعداد السياحة الشاطئية أو سياحة الاستجمام يليها رقم اثنين السياحة الثقافية باقي أنواع السياحة للأسف لم يكن هناك اهتمام قوي من قبل الحكومة يعني رقم ثلاثة أنا شايف بس طبعا نتيجة الظروف الأمنية سياحة السفاري دي أولا حجم الإنفاق فيها عالي طبيعة السياحة اللي فيها المتخصص في هذا النوع بينفق بشكل جيد جدا مصر فيها مناطق ممتازة طبعا هنستبعد سينا دلوقتي نتيجة الأعمال العسكرية عندنا ناحية سيوة وناحية الصحراء الغربية مناطق ممتازة يمكن حصل فيها عمليات عسكرية من سنتين وحصلت مشكلة فأغلقت لكن لما تهدى الدنيا أنا شايف أنه رقم ثلاثة يجي في الترتيب هي سياحة السفاري يليها طبعا السياحة العلاجية وهذا الملف أنا شايف أنه ابتدى كويس قوي في التسعينات وبعدين ابتدى ينزل واحدة بواحدة العدد تراجع بشكل كبير جدا في حين أنه طبيعة هذا السائح مش عشان هو راجل مريض أو هو جاي يستجم أو يستشفي لا أنه واحد يسيب بلده أنا بتكلم حضرتك بأسلوب بسيط يسيب بلده عشان يجي يتعالج في بلد أخرى فهو أكيد لديه القدرة المالية طبعا فحينفق في حاجات كتير مش بس جاي يتعالج وحيمشي لا هيزور ويعمل كل حاجة هو في مصر بيتعالج هيزور احنا بقى ما عندناش سبوتينج على هذا الموضوع في حين انا حضرت مؤتمر يمكن من 3 أسابيع في اسكندرية وكان في جمعية مهتمة بهذا الموضوع برضو بيتكلموا على موضوع السياحة العلاجية تحديدا وانه كمية الدكاترة والتخصصات اللي موجودة في مصر مع وجود المستشفيات اللي هي حتى مش بهذا المستوى الدولي اللي ممكن انها تقارن بدول اخرى مشهورة بالطب زي انجلترا وخلافه ومع ذلك احنا لو اهتمينا بهذا الملف هتكون النتائج قوية جدا مردودها في اتجاهين حضرتك ببساطة اللي جاي يقعد في مستشفى وقعد في اوضة جاي يجري جراحة مش هيجي لوحده هيجي مع اهله الناس دي هتقعد في اوتيل الناس دي بعد ما يعمل عمليته أنا بحاول أترجمها لك ببساطة هيقعد فترة عشان يشوف فترة يعمل نقاها. شيك أوب تاني أو يتأكد من وما يقدرش يرجع تاني لما يبقى مش هيقعد في الأوتيل هيبتدي يزور بقى سواء بقى يروح الأقصر وأسوان أو يطلع يستجم في الشرم أو الغردقة وخلافه فالسياحة العلاجية من الملفات المهمة والقوية جدا يليها سياحة المؤتمرات وأنا ما بعتبرهاش نوع من أنواع السياحة بعتبرها نوع من أنواع الأعمال ولدينا من القاعات في الوقت الحالي تستوعب مؤتمرات دولية ويمكن على المستوى السياسي بنشوف
متبرك الإمكانيات العربي. الإمكانيات المتاحة في مصر في مدن من شرم الشيخ والقاهرة والغردقة وفي الأقصر وأسوان دلوقتي بقى في قاعات كتيرة والفنادق نفسها بقى فيها الكبيرة في القاهرة تستوعب أنها يقام فيها مؤتمرات بشكل كبير جدا. للأسف أنا هقول حاجة مش لذيذة. في معرض دبي مش السنة دي السنة اللي فاتت كنت بتناقش مع أحد المنظمين لمؤتمر دولي عشان يجوا الأقصر وأسوان يقضوا يعملوا المؤتمر بتاعهم السنوي هناك لشركة أنواع من الكاميرات مشهورة جدا مش مشكلة لو سمحتي لي أقولها كانون على مستوى العالم. قال لي أنتوا شيب ديستنيشن أنتوا واجهة رخيصة فإحنا نخاف نيجي مصر عايز اللي يتعرض عليه الأوضة اللي $400 واللي $500 ما يتعرضش عليه الأوضة اللي $50 و$60 هيخاف الناس اللي هتشترك في هذا المؤتمر هيخافوا يجوا الديستنيشن ده يقول لك مدام سعر رخيص يبقى الخدمة مش كويسة رخيصة. الإمكانيات مش جيدة لكن أنا رتبت في طبعا أنواع كتيرة من السياحة بس زي توقف إن الحكومة تبقى مهتمة إن دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بص يا فندم أنا ليا وجهة نظر مختلفة شوية في النقطة دي الحتة بتاعة الماركتينج والسيلز بشكل عام أو التسويق تسويق. لمصر والماركتينج في فرق بين الماركتينج وفي والسيلز الماركتينج ده دور الحكومة دور هيئة التنشيط اللي هو بيبيع مصر كمنتج لكن السيلز احنا بنبيع بقى منتجاتنا وخدماتنا الماركتينج لازم يبقى ليه رؤية مختلفة وخطة مش بنبص تحت رجلينا سنة زي ما الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا ما عندهاش حاجة بتخطط لعشر سنين لقدام وتعمل أحداث ثقافية وأحداث ثقافية وسياحية وإيفانس وحفلات وخلافة ده دور الدولة لكن مش دور الدولة أنها تخليني أبيع لا هي دور الدولة أنها أنا أعرف تظهر أبيع. أنا أعرف أبيع أعرضي اللي عندك تعرضي اللي عندك طبعا مهم جدا اختيار الأشخاص القائمين على هيئة التنشيط ده من الشخصيات الهامة جدا أنا بعتبرها رقم واحد في قطاع السياحة هرجع لحضرتك لما نقول إيه الرسالة اللي هنطلبها من الحكومة هروح لمهندس طارق كنت بتكلم لي أثناء الفاصل أن السياحة مش روسيا بس السياحة بتجيلنا من جنسيات كتيرة طبعا مصر بيجيلها من جنسيات كتيرة الألمان يعتبروا نمرة واحد في سنة 17 ومنتظر انهم يكونوا نمرة واحد في سنة 18 الساحل الألماني نوعه ايه؟ الساحل الألماني ممتاز أقل متوسط دخل لا الساحل الألماني عموما الساحل الألماني ألمانيا هي الفرس الأول في تصدير السياحة برا أوروبا الساحل الألماني جيد جدا مصر مغرية بالنسبة له وبيحب يجي طبعا ومن زمان ليا برضو تعليق بما أننا بنتكلم بنفس الخط اللي في أنواع السياحة أنواع السياحة احنا ممكن ناخد بعض الأمثلة طب احنا لما بنتكلم على فتح أسواق جديدة طب ما نتكلم على فتح أنشطة سياحية مش هنقول جديدة كانت موجودة وموجودة من أول التسعينات كمثال السياحة الاستشفائية ما هو يعرف باسم كلمة السياحة العلاجية خلينا نقول دي نسميها السياحة الصحية اللي هو الصحة بوجه عام تحت كلمة السياحة الصحية ممكن نقول سياحة علاجية طبية ودي هتبقى جاية بغرض عمليات بغرض علاج دكاترة وطب أشعة أدوية وفي حاجة تانية اسمها السياحة الاستشفائية دي تنقسم لجزئين بعض الأمراض ممكن علاجها بالطبيعة ودي في تجارب في مصر تمت سنة 93 منطقة سفاجة اتعمل فيها من المركز القومي للبحوث المصري أبحاث استمرت آخر 93 سنة 94 استشفاء لأمراض شعيرة جلدية زي الصدفية بالظبط وزي الروماتويد بالظبط زي الصدفية الجلدية وزي الروماتويد المفصلي والمرضين دول غير معديين والمرضين دول نتيجة نقص مناعة خلل في الجهاز المناعي بالظبط كده أنا عايز أقول الأردن في سنة 95 لم يكن عندها المنشآت الفندقية اللي تواجدت بعد سنة 95 بعشر سنين الكلام ده كله لاستخدام البحر الميت اللي احنا عندنا قدامه خليج سفاجة الأردن كونت حوالي 32 منشأة ما بين نجمتين وثلاثة وأربعة وخمسة في ظرف 10 سنين 12 سنة
وبيحصلوا على مليارات من الدولارات نتيجة استخدامهم للسياحة الاستشفائية في هذا المكان، واللي هي متوفرة عندنا بس فقط لاهتمام، واللي هي متوفرة عندنا، والقطاع الخاص بيحاول بيعمل مجهود، لكن أكيد أن المظلة بتاعت الدولة مهمة جدا. لو حضراتكم بصيتوا، وإحنا كلنا بنحضر المعارض اللي بره، وهنقول مثلا معرض الاي تي بي في ألمانيا، الجناح الأردني لما تمسك الكتالوج بتاع هي التنشيط السياحة بتاعت المملكة الأردنية الهاشمية، أول صفحة عمان العاصمة، وده وضع طبيعي، تاني صفحة على طول البحر الميت، والبحر الميت واخد أكتر من صفحة. في مصر بقى الجناح بتاعنا كتيب. لا، الكتيب بتاعنا في مصر السياحة الاستشفائية لا تمثل إلا شيء هامشي بسيط جدا، سواء ده ممكن مش موجود في الكتيبات بشكل واضح، مش عليه، لكن هنقول ليه. مش بس كتيبات، احنا النهاردة في سنة 2018 الديجيتال ماركتينج والويب سايتس والسوشيال ميديا دول ممكن يكونوا في منتهى القوة، وممكن عملهم في ظرف شهر أو شهرين. المطبوعات كاس تكون بتكلف دلوقتي، لكن الانترنت تكلفته لا يكلف. فالنهاردة ممكن جدا ان الجزء الخاص بالسياحة الاستشفائية في الويب سايتس والسوشيال ميديا بتاعت هيئة تنشيط السياحة يكون تواجد قوي لهذا ده ناقصنا؟ ناقصنا كتير يا فندم، لاننا هو في نظرتين، نشتغل بنظرية البيضة الاول ولا الفرخة كده، ولا هنجيب بيضة ولا فرخة. لا، هو عشان اوضحها بالتحديد، هل ننتظر لما الفرخة تكبر وتقوى قوي ونحتضنها بعد ما تقوى، ولا ان البيضة لما بتفقس كتكوت صغير نحتضنه كويس ونعمله الدعاية اللازمة والمظلة بتاعة الاعلام الحكومي. الاعلام الحكومي اقصد بيه الاعلام، واقصد بيه هيئة تنشيط السياحة، واقصد بيه هيئة الاستعلامات، واقصد بيه برضو مشاركة وزارة الخارجية بما لها من قوة، و180 قنصلية وسفارة عبر العالم، واقصد بيه مصر الطيران والمطبوعات بتاعتها والتواجد القوي بتاعها، واقصد بيه حاجات كتير جدا تحت ايد الدولة ممكن ان هي تنشط بيه وتمد المظلة اللي تخلي القطاع الخاص وهو بيعرض المنتجات دي يبقى قوي. وهو ده اللي عملته الأردن، وهو ده اللي خلى الأردن النهاردة بيخشها لمليارات من الدولارات. خليني أخد بقى من حضرتك وأنا بختم روشيتا، أستاذ إيهاب، رسالة لإيه بقى؟ للحكومة ولا للعاملين في القطاع السياحي؟ نبدأ بإيه؟ إحنا اللي يهمنا الحكومة. طيب، هي حضرتك نطلب منها إيه؟ لدعم القطاع السياحي. أولا، إحنا عندنا مشكلة عامة في قطاع الفنادق، وهي تعدد الجهات والوزارات المانحة لتراخيص مزاولة الأنشطة. يمكن في حاجة اسمها المجلس الأعلى للسياحة غير مفعل، بيحضروا الرئيس اجتماع مرة كل سنتين ثلاثة وبينتهي الدور، ليس له دور. فلسفة هذا المجلس انه التنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع السياحة. يجب ان نجد حل لهذه المشكلة، تبقى وزارة واحدة مختصة تتعامل مع المنشآت السياحية بشكل عام، ويكون داخلها مناديب للوزارات الأخرى. وقبل كل دول حضرتك، قانون السياحة يجب أن يعدل لعدم تضارب. يعني حضرتك ببساطة ممكن تلاقي الدفاع المدني اللي تابع لوزارة الداخلية له مواصفات مختلفة عن المواصفات الخاصة بجهة أخرى، فتبقى مش عارف حضرتك تنفذ لمين وتعمل لإيه. يبقى توحيد الجهات ده، توحيد الأول، وضع قانون يعمل تحتيه كل الوزارات المعنية بعدم التعارض، ده رقم واحد بالنسبة لطلباتنا. رقم اتنين، انا بتكلم بقى اهتمام بحتة السياحة الثقافية، منطقة الأقصر وأسوان محتاجة رعاية قوية جدا. يمكن قبل الثورة كان ابتدى المشروع اللي ابتدى الدكتور سمير فرج لتطوير الأقصر بشكل، وبقت مجلس أعلى تبع مجلس الوزراء مباشرة، وهناك محافظ ناشط في هذه المحافظة في الوقت الحالي، بس ليس لديه الإمكانيات، بيصطدم بالوزارات ده عايز إمكانية حكومة. إمكانيات حكومة، يعني يجب أن احنا نهتم بالصعيد تحديدا،
لانه احنا شايفين من ضمن المؤشرات عودة السياحة هتكون السياحة الثقافية عودتها بقوة سنة شتاء 2018، فمحتاجين اهتمام جيد بالبنية الاساسية بالمطارات، الوزارات تتكاتف لحل كافة مشاكل المنشآت الفندقية وشركات السياحة والعاملين بشكل عام في قطاع السياحة في منطقة الأقصر وأسوان، الاهتمام بملف التدريب والإنفاق عليه بشكل جيد، وده ملف مهم لأنه هجر صناعة السياحة ناس كتير. والتتر لازم برضو بعد طارق، اعتبار السياحة مشروع قومي لمدة سنتين لمدة ثلاث سنين، بحبح ايدك لمدة خمس سنوات مصر كلها تتكلم سياحة، مشروع قومي بمعنى يوجه أجهزة الدولة لدعم السياحة. ودعم السياحة أنا عايز أقول السياحة مش بس نزيل ممكن يجي يقعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، السياحة بتنقل ثقافة، بنستطيع إحنا كمصريين أننا ناخد الكويس من الثقافات المختلفة ونرفض الوحش. السياحة بتجيب لنا ناس بتحب البلد فممكن يرجعوا لنا مستثمرين. لو تصورنا اننا وصلنا مثلا ل 15 مليون سايح قريب، لو حضرتك اعتبرت ان ممكن كل 1000 واحد فيهم يفكر في انه يعمل استثمار ما، فاحنا بنتكلم على 15 مليون يتحولوا ل 15 ألف مستثمر محتمل. لو حسبنا 15 ألف مستثمر محتمل كل واحد مثلا سنويا كل واحد ممكن يستثمر مليون جنيه بس. أحسنت. مليون جنيه بس، يبقى كده 15 مليار جنيه. ال 15 مليار جنيه دول هيتحركوا وينموا ويشغلوا ناس كتير ويخلوا ان احنا ما بنبقاش محتاجين كتير من المستثمرين اللي بره. انا طبعا انا بتكلم على مليون جنيه للواحد، وده رقم، ده مليون جنيه دول 50,000 يورو. انا اتمنى الرساله تكون واصله لان انا وقتي خلاص، خلصت الوقت المتاح. في نهايه اللقاء انا بتمنى تكون كل ما قالوا ضيوف الاعزاء وصل للجهات المعنيه، سيد رئيس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره السياحه. بشكر ضيوف الاعزاء استاذ ايهاب عبد العال عميل صندوق جمعيه السياحه الثقافيه، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر ضيف الكريم مهندس طارق ادهم عضو غرفه الفنادق بالبحر الاحمر، شكرا جزيلا لحضرتك. حلقه انتهت معاكم، اشوفكم على خير ان شاء الله السبت القادم الساعه 10 مساء باذن الله.